اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضراتكم، اهلا بكل الزملاء الموجودين معانا في الويبنار ده. طبعا احنا زي ما حضراتكم كلكم عارفين، احنا بقى عندنا ظروف بتخلي الناس كلها قاعده في البيت، ودي فرصه كويسه ان احنا نحاول نعمل بعض الاكتيفيتي اللي كنا بنعملها في تجمعات دلوقتي هنعملها من البيت، بسبب طبعا موضوع الكورونا والجائحه الموجوده حاليا. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن حاجه هي ريليتد جدا جدا للسبب اللي قعدنا في البيت ومخلينا نعمل الويبنار بهذا الشكل، الساينتفك اكتيفيتي بهذا الشكل الديجيتال. يعني هنتكلم عن النينيتال انفكشن ان ذا نيو كورونا فيروس، اللي هو الاسم الديزيز كوفيد 19. هنتكلم عنه النهارده من وجهه نظر النيوناتولوجيست، ايه الحاجات اللي النيوناتولوجيست مطلوب انه يبقى عارفها ويتعامل معاها، ايه النقط اللي احنا محتاجين ناخد بالنا منها، ازاي نتعامل مع النيوبورنز دول، ازاي نتعامل مع الام بالنسبه لنا احنا برضو من وجهه نظر النيوناتولوجيست في الدليفري روم، والمشاكل اللي ممكن نقابلها، and how to protect ourselves and to protect other people، وازاي نتعامل مع كل الحاجات دي كلها، الكومبلكس ايتمز دي اللي الى حد كبير جديده علينا كلنا وجديده على العالم كله. النهارده ان شاء الله هيبقى معانا البانل استاذ دكتور عفاف قرعه، استاذ طب الاطفال وحديث الولاده في جامعه الازهر، كليه الازهر بنات، واستاذ دكتور احمد اسماعيل، استاذ طب الاطفال برضو في جامعه الازهر، واستاذ دكتور عبد العظيم المزاري في جامعة المنيا، أستاذ طب الأطفال في جامعة المنيا. أنا معاكم محمد عزت، نيونتولوجيست من بنها التخصصي، أنا استشاري أطفال حديثي ولادة في مستشفى بنها التخصصي. أنا هبقى المودريتور مع حضراتكم النهاردة إن شاء الله، بحيث إن احنا نخلي السيشن دي interactive as much as we can. عشان نقول لحضراتكم برضو احنا هنتكلم ازاي، احنا عندنا مجموعة نقط اساسية عايزين نغطيها من خلال الدسكشن مع الاساتذة، وطبعا الاسئلة من حضراتكم يعني مرحب بيها في اي وقت، من خلال ان احنا عندكم كل الزملاء عندهم في الزوم بروجرام عندهم اوبشن ان هم يعملوا تشات او ان هم يعملوا كويستشن، يعني يا ريت يكون من خلال الكويستشنز عشان نشوفها احنا بشكل الاسئله اللي هنجاوب عليها. لو في اسئله تجاوب عليها في وسط الدسكشن اللي اوريدي متجهزه هنعتبرها انها انسرد، هنحطها في لستة الانسرد. لو حد عايز يسال في وسط الدسكشن، طبعا الصوت مش هيبقى مفتوح عندكم، انا هاخد الاسئله دي واوجهها للاساتذه، وفي هيبقى عندنا سيشن في اخر الجزء في اخر الميتنج كله، يبقى عندنا حوالي نص ساعه مفتوحه الاسئله الدسكشن مع حضراتكم، حتى ممكن يبقى المايك مفتوح. مقدمة سريعة عن اللي احنا بنتكلم عنه، طبعا الكورونا فيروس كعيلة بقت مشهورة جدا برغم انها مش جديدة على الميديكال كوميونيتي. احنا كان اول اوت بريك يلفت الانتباه للكورونا فيريديا كان السارس في 2003، وبعد كده كان السارس كان اسمه سيفير اكيوت ريسبيرتوري سيندروم، كانش لسه حتى الفيروس متسمي بشكل محدد، اتسمى سارس على اسم ديزيز اللي عمله. وبعد كده بقى الاوت بريك بتاع المرس اللي كان من حوالي 8 ل 9 سنين كان وتسمى مرس ان هو ميدل ايست ريسبيرتوري سيندروم، كان المفروض ان هو كان ريليتد او شبه السارس، بس كان ليه ان هو سترين مختلف من الفيروس وتسمى مرس بهذه التسميه. و و و و وعلى هذا الاساس برضو الديزيز اللي احنا بنتعامل معاه هو اتس نوفل فيروس، فيروس جديد من عيله الكورونا. معروف ان هم العيله دي كلها زونوتيك فيروسز بتبقى موجوده في الانسان وبعض الحيوانات، وفي عندنا ثيوريز كتير قوي ان هو اتنقل من شوربه خفاش ولا ايا كانت الاسباب يعني، لكن المهم ان هو دلوقتي بقى نوفل فيروس موجود معانا، والتسميه بتاعته بقت بنفس الطريقه ان هو الاسم اللي بقى مشهور بيه غير الاسم الدارج، الناس كلها بتقول كورونا لكن كورونا ده اسم العيله، الاسم الدارج بقى ليه او الاسم المعتاد دايما في الليتشر ان احنا بنقول كوفيد 19، رغم ان كوفيد 19 دي هي اختصار كورونا فيروس ديزيز او كورونا فيروس انديوس ديزيز. فالكورونا فيروس ديزيز 19 ده اسم الديزيز، لكن الفيروس نفسه كفيروس في تسميه الفيرولوجي هو مسمينه سارس كوفي 2، يعني اللي هو سارس سيفير اكيوت ريسبيرتوري سيندروم زي القديم خالص، كورونا فيروس 2 على اساس ان هو نوع مختلف او ستريم مختلف وبيعمل حاجه مشابهه. هنتكلم احنا مش مهمتنا قوي النهارده
نتكلم عن الفيرولوجي والمايكروبيولوجي اسبكت، لكن احنا عايزين نتكلم من الكلينيكال بوينت اوف فيو ريليتد لنيوناتولوجي اللي هي مختلفه شويه كتير عن الادلت. احنا يمكن محظوظين في الاطفال والنيوبورنز السيفيريتي بتاعه الديزيز قليله، الانفكشن ريت ما هوش عنيف، ما هوش كتير قوي، لكن احنا ستيل عندنا امهات بيبقوا بوزيتيف وبيولدوا، فاحنا محتاجين نتعامل مع الاطفال بتوعهم ونشوف يا ترى هل هم افكتد ولا مش افكتد. ستيل في نيوبورن كان جيت كوميونيتي اكوايرد كورونا فيروس من الهاوس هولد معاهم، فاحنا برضو عايزين نبقى عارفين هنتعامل معاهم ازاي. ايه المشكله الاساسيه في السيشن دي وفي كل الكلام عن الكورونا فيروس؟ ان احنا ستيل وي دونت نو، ويمكن لحضراتكم هتشوفوا على مدار السيشن بتاعتنا ان في كتير قوي 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 من الكلام اللي احنا هنقوله ستيل الايفيدنس اللي عليه از فيري سليم از فيري ويك. اغلب الداتا كلها انيكدوتال داتا، 3 حالات هنا، 4 حالات هنا، 5 حالات هنا، يعني حالات قليله جدا. اغلب الكلام عندنا اوبزرفيشنال، لسه ما عندناش اي لارج ستاديز من اوبزرفيشنال داتا عشان نقدر نطلع منها سوليد ايفيدنس، لسه ما عندناش راندمايزد كنترول ترايلز عشان نقول عندنا ايفيدنس قوي ان احنا نتعامل معاه ازاي. الموضوع لسه جديد، وطبعا فيه هاستنس عنيف جدا، فيه سرعه عنيفه جدا جدا في النشر وفي الليتريتشر وفي الناس عايزه تطلع اي داتا عشان الفزع اللي موجود في العالم كله، عايزين نحل الفزع ده ونطمن الناس ان احنا بنلاقي علاج وبنعمل. لكن كل الداتا اللي احنا طلعنا بيها لحد دلوقتي واللي احنا حتى هنتكلم بيها، كل اللي احنا بنقوله ده كان بي سكروتنايزد فيري ايزلي، ممكن كل الكلام ده نصه يطلع مش مظبوط او يطلع يتغير بعد كده لما الموضوع ياخد وقته والريسيرش ياخد وقته ويتعمل بيج ريسيرش بشكل مناسب يسمح لنا فكل اللي احنا هنقوله النهارده للاسف هو ده البيست افيلبل نوليدج، لكن احنا لازم نبقى عارفين الليميتيشن بتاعه النوليدج بتاعتنا، ان هو ما زال في جزء كبير منه نوت ويل ايفيدنس، في جزء كبير جدا جدا منه معتمد على اكسبيرينس اوبينينز بتاعه بعض الاكسبيرتس، يعني في الحته الفلانيه عملوا كذا، في المكان الفلاني عملوا البروتوكول العلاني، وفي اختلافات ما بين البروتوكولز، في فعلا في بعض البوينتس اللي ما هنناقشها حتى هنشوفها اوبينينز، في اوبينين واحد واوبينين اثنين، ومفيش اي حاجه ترجح واحد عن الثاني مع ان هما الاثنين ماشيين عكس بعض تماما. الناس بيقولوا نقفل كومبليتلي ونعزل كومبليتلي، والناس يقول لك لا اعمل كذا وكذا وكذا. كل الكلام ده اللي هنحاول نعرضه النهارده بالبيست افيلبل نوليدج المتاح لينا من خلال الدسكشن بتاعتنا مع الاساتذه، لعل وعسى ان احنا نحسن الباك جراوند بتاعتنا على الموضوع نتعامل معاه بعد كده بشكل احسن. هنبدا كلامنا، نرحب باساتذتنا الدكتور عفاف، استاذ الدكتور عفاف، دكتور عبد العظيم، دكتور احمد. هنبدا بالكلام مع استاذتنا دكتور عفاف عن الديزيز بتاعنا اللي هو الكوفيد 19 ديزيز او الفيروس الجديد نوفل كورونا فيروس الانفكشن بتاعه. لما نقول بنتكلم كنيوناتولوجيست يهمنا بالاساس يا ترى لو الام دي، لو عندنا ام كانت بوزيتيف، هل البيبي بتاعها ممكن يجت انفكتد ولا لا؟ اتفضلي حضرتك دكتور عفاف. بسم الله الرحمن الرحيم. اي ويلكم، كل سنه وحضراتكم طيبين لكل التنديز دلوقتي اللي معانا، وهنبتدي نتكلم النهارده على فعلا بوينتس جديده خالص اللي هي الكوفي اللي احنا بنبتدي نشوفها ونقابلها في بلادنا كلها. فهنبتدي نتكلم قوي الاول على البرينيتال ترانسميشن، لكن في الاول لازم نعرف what are the infectious fluids، ايه هي الانفكشس فلويدز اللي اقول عليها دي انفكشس. هما 3 حاجات مهمين جدا، هي الريسبيراتوري سيكريشنز، السلايفا، والستول. والستول دي طلعت ستادي واحده بس اللي قالت ان الستول فيه كمان السارس كوفي 2 ده موجود في الستول. بقى عندي 3 حاجات هما المين انفكشس فلويد which are present in the which are the infectious fluid which are present in the coronavirus. نيجي للبرينيتال ترانسميشن. في الصين واللي هم البلد اللي ابتدى فيها الموضوع ده، the virus has not been detected in maternal blood or serum or vaginal secretion or amniotic fluid. Thus, they said that when even if the mother has
the maternal nasopharyngeal specimen positive, they didn't have, they didn't catch, or the virus didn't go to the blood or serum or vaginal secretion or amniotic fluid. And from this report or the minute reports, they report that there is no evidence for mother to newborn transmission. And this evidence was okay for before March 2020, before March 2020. Why? Because in JAMA reported three reports which are very important and very different, and it changed all the conception. The first report was in the study by Zeng et al. In March 2020. They found two reports and found four newborns out of 34 newborns. They have pneumonia, which was clinically and radiologically diagnosed. And also they have neonatal inflammatory markers. These in the very early detected in newborn, in the first hours in the newborn. The other study was also in JAMA, but it was done by Dong et al. At 2020 also. There are two studies describe the detection of IgM and IgG of three newborns of infected women. And as we know that IgM is produced by the newborn by itself, not transmitted by the mother. So IgG can be transmitted by the mother, but IgM is started or produced by the newborn itself. That's why they said, there is a production or there is an infection or transplacental transfer of the virus from the mother to the newborn. The third study was on March also in the JAMA Pediatrics, when they conclude that the pregnant woman can infect 10% of newborn in their new study. That's why they reported that the summary of perinatal transmission, that vertical maternal fetal transmission can't be ruled out. You have to put it in your mind that there is a vertical transmission from the mother to the newborn. And clinicians should be aware of possible neonatal early onset infection from pregnant women with SARS-CoV-2. Therefore, it is crucial to screen pregnant women and implement strict infection control measures and close monitoring of neonate at risk of COVID-19. So newborns of mothers with suspected or diagnosed COVID-19 infection should be isolated for 14 days after birth and closely monitored for clinical manifestation. Yes, there is birth transmission at least for 10% of the newborn. Thank you, Dr. Afef. I think this answers the first point, that any baby with suspected or confirmed COVID-19 can have some transmission, 10% in these series. Maybe the incidence change with the larger number of cases, but it is possible that we have an early onset disease starting perinatal, and also it can be a postnatal infection also, it can be. So how to deal with the mother in the perinatal period? We don't deal directly with the mother in the peripartum period, but some issues in the obstetric management can affect the neonatal outcome. Can you highlight on this, please? Yes, I will highlight it on the premature, because of course we know that there are some drugs that the mother should take before delivery of premature babies, like the corticosteroid. What about the corticosteroid? As we know that the corticosteroid is very important for the development of the pneumocyte type 2.
pneumocytal to produce the surfactant. So corticosteroid was taken for the maturity of pneumocyte 2. And unfortunately, that the pneumocyte type 2, when it is produced, it is rich of angiotensin converting enzyme 2. What is the angiotensin converting enzyme 2? It is the co-receptor for viral entry to the cells. And this is the cause of the tissue injury. So when the mother will take the corticosteroid, it will affect the progress of the disease. So there is a conflict of the of opinion at this point. In the Royal College, they said that steroid should be given to the mother anticipating preterm delivery, wherever indicated. But come to the or go to the American College of Obstetrician and Gynecologists, and they said, okay, we can give corticosteroid, but at the age between, when the fetal age, between 24 to 34 weeks of age. This is a limit for corticosteroid or with no danger. And they restrict, or it should be given in after 34 to 36 with cautious. So the obstetrician can recommend corticosteroid for prematurity between 24 and 34 weeks. After that, with cautious, with cautious. But what about magnesium sulfate? Yes, we can give magnesium sulfate, or the obstetrician can give nutrition magnesium sulfate for neuroprotection, which is usually given, and this is very safe and nothing affected by COVID. Yes, I think there is no issue regarding magnesium sulfate. There is no debate regarding magnesium sulfate. The debate is about corticosteroid, and you have highlighted that corticosteroid risk-benefit assessment that can be given before 34 weeks, and we still have the issue beyond 34 weeks, which is an issue also without COVID-19 cases. Yes, which is the normal protocol, data. Yes. That can be long-term safety data, and hopefully this may be a stopping point for obstetrician not to abuse perinatal steroids as right now. Okay, so what about the delivery room management of these cases? We are going to attend the delivery with a COVID-19 positive mother or suspected, proven or suspected, how to deal with the delivery room. And we know that the delivery room setup can be messy. There is a lot of fluids, a lot of secretions, some congestion of people in a small rooms. So what can we do in the delivery room setup? The resuscitation or stabilization, it goes normal as you know, as usual here in RP, as usual. But what the difference? What the difference if the mother is suspected or confirmed COVID-19? That the attendance at delivery for babies is not routinely indicated. That's why the neonatologist who are going to the delivery room, he can stay outside the room of the delivery, can stay outside as standby. Why? We didn't want to be exposed. So we have to limit the exposure for the virus in the delivery room. But when the resuscitation is necessary and anticipated, and the mother is unwell, the fetus is premature, or there is a premature delivery, there is a premature rupture of membrane, and so on. So if this happened, so the neonatologist should go to the inside the room, but the experienced personnel who should attend. The experienced personnel. So we select the experienced personnel to be to attend the delivery room. They should maintain, if they are inside the delivery room, they should maintain the distance 2 meters from the mother. Okay?
tell the nurse or the obstetrician nurse come out with the with the baby. Okay. Of course, the doctor or the neonatologist should be with appropriate PPE, the personal protective equipment must be worn. What is the personal protective equipment at this moment? It's just the gloves, surgical mask, and the gown. Okay, there is no need for the face shield, no need for the eye protection at this moment. All infant resuscitation and assessment will occur in the location where the infant is born. So it is better to stabilize the baby at the same room of the delivery. But the resuscitator should be 2 meters apart from the mother. 2 meters apart from the mother. Why? We limit the exposed persons. We limit the exposed personnel for this virus. So avoid transfer if we did delivery and then go to other room, except if the facility itself has adjacent room for resuscitation, okay? So we have two choices. Either that the mother, the resuscitator present in the delivery room, but there is a 2 meters apart from the mother, or there is an isolate or a special adjacent room for resuscitation. If the mother is intubated, it's better to resuscitate the baby in the adjacent room. Because the, of course, you know that the intubation itself is an aerosolized generator module. Clinical staff use droplet and contact precautions. When to use N95 and when to use the eye protection goggle is needed when the resuscitation needs generate aerosol, which are bag and mask if you need bag and mask or intubation, or suction, or oxygen at flow more than 2 liters per kilogram, or CPAP. What I need to say at that point that if the baby is more than 34 weeks and more than 1.5 kilogram, you can, instead of intubate the baby, you can use the laryngeal mask. And they found that the laryngeal mask is less, is less danger than intubation, and less aerosol generator than intubation. Of course, in Sweden and Canadian society, they have different items, or they tackle the point at different by different points. They said that if the baby transported directly from obstetric to neonatal room without skin to skin, they consider this baby as non-exposed, and this is just belong to their protocol, and it's not the general protocol in AAP or CDC or others. What about the delayed cord clamping? Of course, we all know that NRP, in the last NRP, recommend for delayed cord clamping for 1 minute or more. In the COVID mother, delayed cord clamping is not recommended. Is not recommended, and this is was the recommendation of Queensland protocol and of the WHO. Why it is not recommended? Because it exposed the baby more for the virus transmission, and also those with delayed cord clamping usually have jaundice. So you are exposed this baby to be. To stay more in the hospital, to be under the phototherapy, and so on. So you are going to go into more complications. So they do not recommend delayed cord clamping.
What about skin to skin, which also is recommended by the last NRP, delayed skin to skin contact. No skin to skin contact infant or the newborn with the COVID mother until the mother is able to do hand hygiene, don the mask, wash chest and baby. So this is not, it's something will be delayed. It's not at once at delivery. management at delivery room. Once the baby is stable, should be pathed. Of course, we all know that pathing is not recommended by NRP, is not recommended because venous casusa itself is protective for the skin and has peptide which is protective for the skin. But in case of COVID-19, the baby, once it's stable, should be pathed by water and soup or baby shampoo after birth before transfer to NICU. Except WHO recommend leaving it in place until 24 hours after birth. So which of which, the shall we pop the baby or wait? I think that this is the summary. We should wait between the benefit and risk ratio. If the mother is too ill, you have to pop the baby. For sure that the viral load is too much, you have to put the baby. If the mother is well and just suspected, you can leave the venous casusa for 24 hours. So we can follow each of them by our benefit and waiting by a benefit and risk ratio. What about the placenta? You have to know that the placenta itself, at this case, it's biohazardous waste. It is biohazardous waste. So it should be, there should be local and national regulation for how to manage this placenta. How can we deal with this placenta? Can we deal it as a dead body, like the COVID? So this is something national, we have to think about it. Placenta is a bomb in this case. Yes. Okay, I'd like to reflect to you, Dr. Afaf, that this is a very good point. So when we are going to the delivery room, the most important point is the infection control precautions. It is not the procedures in the resuscitation itself that is different from any other patient, except the exception that we can use laryngeal mask airway instead of a bag and mask ventilation. It has been shown that the bag and mask ventilation actually have 30% leakage, so it is it has a lot of spread of air in, to the surrounding area. The laryngeal mask airway can be a good alternative, and it doesn't entail the intubation with the proximity of the baby's face. The baby, yes. To safer than intubation, it can be used. The limit here is that we have to have baby more than 35 weekers, more than 134 grams. So we can use this. But I'd like to thank you for one important point that you showed us the difference in opinions. Actually, we don't know. We have some opposing opinions for the same point. We can do this or we can do this. And it is a risk-benefit calculation regarding the viral load. And it's a very important concept. It is not just the infection can click and go. It is not an infection all or none. The viral load is important in the appearance of disease and the severity of disease. I have one question here for you from Dr. Shireen Nader. That and also I was thinking about this question. I like to share this point. Yes. You told us that full PPE is not required during resuscitating a baby unless we are going to have some aerosol generating procedures like bag and mask ventilation or intubation or something like this. The point here that when we are entering the delivery room, we can need a bag and mask ventilation in about 30, maximum 60 seconds.
and we can't delay this for a long time. So I'd like to share this point with you. I think we have to have at least one person in the resuscitation with full PPE, with goggles and face shield and N95 mask. Shall we need to do these procedures? There would be no time to prepare. All of these protective equipments need time to be put on. So Dr. Shireen asks about this, and I shared her with this point. What do you think about this? Of course, Muhammad, Dr. Muhammad, you know that even in RP, you have to take a good history. You have to know the baby you will attend its delivery. If the anticipation of prematurity or of the baby have late deceleration, or that the baby had meconium or something like that, you have, of course, to be ready for this. And one of the team should be, and the expert one in the team should be with full PPE, with N59 and others, Google and face shield, yes, of course. So according to the history, according to the anticipation, according to the monitoring of the mother before. Yes. Okay. I have a question also for the corticosteroids, about the duration of corticosteroids for how long. And I think this is... I think you agree with me that this is the usual dose and usual duration. Yes, usual dose, usual duration, and usually it is one dose now, even in the RDS protocol, it's one dose, yes. One course, it's a two doses or four doses according to the time you are using. According to the time, but yes, you know that the RDS protocol is one or two doses, the maximum. But you didn't have in COVID, you didn't have to delay the delivery. You can give it before 24 hours. I'm saying before the delivery. I'm saying one course. Four doses, of course, only one course. Okay. Thank you very much, Dr. Afaf, and I'd like to, from here, to go to Dr. Abdelazim Al-Mazari. Dr. Abdelazim. Dr. Abdelazim. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذنا. دكتور عبدالعظيم في جامعة المنيا. أهلا وسهلا بحضرتك. احنا هنا بنتكلم عن طبعا التوبيك بتاعنا. احنا وصلنا للديليفري روم الديليفري روم مانجمنت. دكتور عفاف كلمتنا على الديليفري روم مانجمنت. دلوقتي لو بعد ما عملنا استابلايزيشن في الديليفري روم, from the point of view of a neonatologist, what would you like to go from here? في البداية بسم الله الرحمن الرحيم. نحب دايما في الأول قبل بس نبدأ المحاضرة بإذن الله تعالى, أو نبدأ الديسكشن بتاع الموضوع بتاعنا, نسأل الله العظيم أن يرفع عنا هذا البلاء وأن يوفق العلماء في إن هم يقدروا يوصلوا لعلاج لهذا الفيروس أو يوصلوا للفاكسينيشن, بحيث يعني بصراحة يعني هو عامل رعب في وورلد وايد. بس دي في البداية, ونحب دائما نقول لكم العام وحركم جميعا بخير للاخوه الاكبر بالنسبه لعدد ربيع والاخوه المسلمين بالنسبه لشهر رمضان الكريم. وحابب بس اقول ثلاث نقاط مهمه قبل ما ابدا بس اي شيء خاص بالكورونا فيروس او الكوفيد 19. ان كل المعلومات اللي هتتقال النهارده كلها بتبقى بس ابديتد اب تو ذيس داي 25 ابريل 2020, تمام؟ فده قابل انه يبقى ابديتد بعد كده, يعني زي ما حضرتك تفضلت وقلت كده في اول المحاضره خالص او في اول الويبينار, ان الحاجات دي كلها ماتر اوف ديسكشن بتوين فلان اند فلان بتوين ذس سوسايتي اند ذس سوسايتي. ده بيقول الادله بتاعته, ده بيقول الادله بتاعته, وبيبقى في نوع من الديسكشن او نوع من جو اند ران لغايه ما نوصل في الاخر خالص للايفيدنس بيزد بناء على ستاديز بعد فتره ان شاء الله تعالى باذن الله.
دكتور محمد اتفضل. حضرتك يا فندم. اتفضل دكتور محمد، السؤال بتاع حضرتك اتفضل. After the delivery room stabilization, you attended the delivery room after the stabilization delivery room, where would you like to go from here? Yeah. At first, we should differentiate between if this neonate is symptomatic or not symptomatic. If he is symptomatic and in need for ICU admission, in need for admission for nursery, هياخد تراك تاني مختلف عن الاسيمتوماتيك بيشنت. فالطفل اللي هو اسيمتوماتيك ده يعني متوقع ممكن يقعد في المستشفى مثلا مع مامته ومع في الهوسبيتال كير او غيره، ويكمل بعد كده في البيت على ضوء ما هنشوف بعد شويه حالا هنقول هنعمل ايه. المشكله الثانيه لو هو بقى لو هو سيمتوماتيك، لو هو مثلا ديستريسد ان نيد فور اوكسجين، ديستريسد ابنك هايبوتونيك، محتاج اي سي يو لاي سبب من الاسباب، ساعتها لازم يدخل الاي سي يو عندنا في الوحده. تمام. مش كل الاطفال اللي بيتولدوا بيحتاجوا اي سي يو. تمام. يعني بيقولوا الكوفيد 19 بوزيتيف مذر مش انديكيشن ان ابنها او بنتها او نيونيت يدخل الحضانه، ده مش انديكيشن لوحده، لازم يبقى سيمتوماتيك نيونيت عشان يدخل الحضانه او يدخل الان اي سي يو. تمام. زي ما اتفقنا ان not all neonates delivered to COVID-19 positive mothers need to be admitted to an ICU. COVID-19 is not a criteria for admission to an ICU alone. The baby should be symptomatic to be admitted in the NICU. What about the indications for an ICU admission? Like any indications for any baby, if he is preterm, in need for admission. If he had difficult breathing, apneic, convulsing, poor feeding, persistent vomiting, not doing well in the form of hypotonia, in the form of convulsions, in the form of not taking feeding well, and so on. أو أي indication تاني هيدخلوا حضانة، إنما الـ COVID-19 per se كinfection مش criteria for admission في الـ NICU. المشكلة في حاجة صغيرة ألا وهي إزاي ننقله بقى من الـ NICU من الـ delivery room للـ NICU. أنا كده في عندي مشكلتين، إن الـ transportation بتاع الطفل ده في ريسك على حاجتين، في ريسك إن يكون infection للناس اللي حواليه أثناء الـ transportation، وفي ريسك عليه هو شخصيًا لو هو symptomatic أو غيره في ريسك عليه. فهنعمل إيه؟ نمرة واحد لو هو مريض في مستشفى مثلًا وعايزين ننقله من دور إلى دور أو من أوضة لأوضة أو من مكان لمكان، زي ما اتفضلت الدكتورة عفاف وقالت ان يستحسن الريسستيشن والبروسيدرز يتم داخل الدليفري روم بس ما بين الطفل وبين مامته 2 مترز او 6 اقدام. تمام. او لو هنعمل ريسستيشن خارج اوضه الولاده ومحتاج يخش ال ان اي سي يو، يبقى انا محتاج حاجتين. لو هو الطفل دوت سيمتوماتيك يبقى it is designated route in a closed isolate is a must. يعني ايه؟ يعني مستشفى، اي مستشفى المفروض يبقى عندها بوليسي ان عامله تراك للاطفال اللي هم هيتولدوا كوفيد بوزيتيف 19. لو هو سيمتوماتيك يبقى لازم في تراك خاص بيه، والتراك ده معروف ان اللي هيمشي فيه طفل عنده كوفيد او سسبكتد انه يبقى بوزيتيف كوفيد 19، فبالتالي الناس اللي هيتعاملوا معاه، الناس يبقى في الباثوي ده، الناس من اوضه الولاده لغايه الاي سي يو كلهم هيتعاملوا بحاجتين، دروبلت اند contact precautions. يعني هنبقى خايفين ان الشخص اللي بيتنقل مع الطفل دوت من NICU من الدليفري روم لل NICU ياخد العدوى. فاحنا هنعمل ايه؟ لازم يبقى في تراك مخصوص للطفل دوت يتنقل فيه من الدليفري روم او من الستيشن روم لغايه ال NICU لو هو ده ايه؟ سيمتوماتيك. طب لو هو ايه سيمتوماتيك وما عندوش اي علامات خالص وما فيش اي مشاكل ومش شور ان هو كوفيد 19، في الحاله دي لا، يقول لك مش لازم يبقى ايزوليت ومش مش لازم يبقى كلوز ايزوليت ولا يتنقل في تراك مخصوص ليه، يتنقل عادي مفيش اي مشكله خالص. المشكله اللي بتقابلنا بقى لو اتولد بره المستشفى يا دكتور محمد. استاذن حضرتك بس في نقطه، بما ان احنا اتكلمنا على ان احنا بنقسم الاطفال على حسب السيمتومز سيمتوماتيك واسيمتوماتيك، طبعا ده ايميديتلي افتر دليفري او حتى لو البيبي ده كان مع الام وبعدين بدا يديفلوب سيمتومز، وي نيد تو نو وات ار سيمتومز ار وي ار لوكينج فور.
احنا محتاجين نعرف هنا ازاي نقول بقى مين العيان ده سيمتوماتيك ان سيمتوم ريليتد تو ذا كوفيد 19 ديزيز اور نوت سيمتوماتيك ريليتد تو كوفيد 19 ديزيز. دكتور احمد، دكتور احمد اسماعيل، دكتور احمد. ايوه اهلا وسهلا بحضرتك دكتور احمد. ايوه محمد، طب الاطفال جامعه الازهر. احنا دلوقتي كنا بنتكلم مع دكتور عبد العظيم على التراك اللي البيبي هياخده افتر ستابلايزيشن ذا ديليفري روم، او حتى لو كان موجود في اي مكان تاني، واتفقنا ان هو لو سيمتوماتيك او اسيمتوماتيك هيختلف في التعامل معاه. So we'll need you to give us some point about what are the symptoms to expect and to look for in babies with COVID-19 mother or babies suspected to have COVID-19 disease. Please, فضل. شكرا دكتور محمد، وكل عام وانتم بخير. حال بخير. انا بس عندي مشكلة في الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير. احنا بنتكلم على النيونيتال اللي اونست انفكشن ويز الكوفيد 19 ويك از ريجارد الكلينيكال برزنتيشن اند انفستيجيشن از ريجارد اللابراتوري انفستيجيشن اند الراديولوجيكال فايندينج. بسم الله الرحمن الرحيم. الكورونا فيروس ديزيز has spread rapidly across the world with a sharp increase in the number of infections. The number of pregnant women and children with COVID-19 is also on rise. So how only 19 neonates born to affected mother have been investigated, and to our knowledge, no information on early onset infection in newborn has been established or published in the previous study. So first, lab investigation. First, the not for diagnosis, for screening of the neonate in the diagnostic of PCR. هنتكلم عليه بعد كده. CBC. وهنا ببص على حاجتين مهمين جدا اللي هما leukocytosis والليمفوبينيا. CRP. Albumin. Liver enzyme ALT والST. Total bilirubin. البروثرومبين تايمر اي ان ار والاكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايمر فايبرينوجين. الدي دايمر مهم جدا جدا زي ما هنقول دلوقتي، وبدا يعتبروا الدي دايمر وجوده كبوزيتيف از ا بايو ماركر فور مورتاليتي فور نيونيت ويز كوفيد انفكشن. البروكالسيتونين الكرياتينين كايناز واللاكتيد هيدروجينيز والفريتين. في الاستادي دي كانت لسه النهارده موجوده، بيقولوا ان هاي دي دايمر ليفل اند مور سيفير ليمفوبينيا دول دايجنوستيك كرايتيريا هاف بين اسوشيتد ويز مورتاليتي. سو مونيتورنج للبليتلت فانكشن البروثرومبين تايم واكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم ودي دايمر والفايبرينوجين. ورشنج اوف ذيس بارامترز سبيسيفيكالي ذا دي دايمر انديكيت بروجريسيف سيفيريتي اوف كوفيد انفكشن اند بريدكت ذات مور اجريسيف critical care will be needed. So the dimer is considered now is a biomarker for severity of COVID in neonate. Because in a clinical picture, we radiological finding may be non-specific as this patient one was born at 40 weeks gestation. It delivery was by cesarean section because of meconium mistake amniotic fluid and confirmed maternal COVID-19 pneumonia. For second day, the infant experienced non-specific symptom and the sign like sepsis, a fever or lethargy with unremarkable physical examination result. And those moved to neonatal intensive care. By investigation, a chest X-ray finding show just pneumonia. So an X-ray finding not for diagnostic for COVID infection. Other laboratory tests except can the bronchoscopy for the patient were normal. Nasopharyngeal and the nasal anal swab were positive for this patient. وده اللي confirmed the diagnosis. وكانت عملت في اليوم second and fourth وبقى negative في اليوم sixth. So in neonate COVID infection is a benign condition nearly and can be resolved even without treatment.
Another patient, patient 2, was born at 40 weeks and 4 days gestation by cesarean section because of confirmed maternal COVID pneumonia. And the symptoms also non-specific symptoms of and sign of fever, vomiting, lethargy, with physical fine examination was unremarkable. A laboratory test show leukocytosis and lymphopenia, those essential for early diagnosis, with elevated creatine kinase, MB fraction. Chest radiography image show pneumonia as shown in X-ray. Nasopharyngeal and the anal swab were positive also for COVID-19 on second or fourth day of life, then become negative on the sixth day. This picture of X-ray show just pneumonia. Patient 3 was born at 1 week, preterm, and 2 days gestation by cesarean section because of fetal distress and confirmed maternal pneumonia. Resuscitation was required. The Apgar score can 3, 4, 5 at 1, 5, or 10 minutes after birth. In neonatal respiratory distress syndrome and pneumonia confirmed by chest X-ray image on admission, resolved on the day 14 of life after treatment with non-invasive ventilation and caffeine antibiotics. So, in most, in conclusion, in most clinical presentation is non-specific symptom and the sign. And the physical finding in the chest is very few symptoms. Radiological finding range as non-specific as pneumonia, as RDS, as a transient tachypnea of the newborn. In nasopharyngeal and the anal swab were positive for this patient for day 2 to 4 and the negative on day 7. We did some X-ray for patient. The first infant case can it be Vietnam? What can it show? Thymic enlargement only. So we smiled the enlargement of the mediastinal shadow with the non-specific sign also. دول سي تي شيست ودول هنتكلم عليهم دول بتوع المازرز اللي زي اللي اولد تشيلدرن ادلت اللي هو جراوند جلاس ابييرنس. سو الفيرتيكال ماتيرنال فيتا ترانسميشن كانوت بي رولد اوت ان كانت كوهورت ذا فور ات از كروشال تو سكرين بريجنانت وومن اند امبلمنت ستريكت انفكشن كنترول ميجر quarantine of infected mother and close monitoring of infant at risk for COVID-19. This video shows this patient with improvement of COVID infection. Here, there is no close contact between the baby and the mother follow up by video on the telephone. Thank you, Dr. Ahmed. This is a very nice and hoping video. We can reflect here that we have no definite clinical signs specific for COVID-19 disease, and all the lab markers are also, most of them are non-specific. Maybe the D-dimer and ferritin level or something like this can be special for the severity, but not for diagnosis. But you told us that lymphopenia is not we can tell it is pathognomonic, but it's slightly specific. Lymphopenia إلى حد كبير موجودة في كتير من العينين. So I have one question here that about lymphopenia, is it absolute or relative, and what is the number؟ ده سؤال من دكتور أحمد فودة بيسألنا على
الليمفوبينيا ترى ابسولوت ولا ريليتيف، والرقم بتاعنا الكات اوف بوينت بتاعتنا قد ايه، لان طبعا حضرتك عارف ان الليمفوسايتس سبيسيفيكالي في النيونيتس الانتربريتيشن بتاعها بيبقى كونفيوزنج. في اول اسبوع في نيتروفيليك بريدومينانس، بعد 10 ايام بنبقى الليمفوسيتيك بريدومينانس زي بقيه الاطفال في الانفانسي بيريود. اتفضل. اوكي، as regard عايزين نعمل بس الديفرنس بين الابسولوت اند الريليتيف ليمفوسايتوز. الابسولوت ليمفو ليمفوبينيا، ابسولوت ليمفوبينيا لزان 1000، الريليتيف ليمفوبينيا يبقى هي بيرسنت فور التوتال. سو الليمفوبينيا از ابسولوت ليمفوبينيا نوت ريليتيف، لان البيشنت هاف ليكوسايتوزيس، سو الليمفوسايت كان بينكريز، يبقى هنا البيرسنت اوف ليمفوسايت اكتر، اللي هي بنسميها ريليتيف ليمفوسايتوز. لا، هنا بنعتمد على الابسولوت ليمفوبينيا ويز الليمفوسايت ليس ذان 1000. ثانك يو. سو وي هاف 1000 نمبر از ا كات اوف بوينت فور ليمفوسايتس تو سي ات از ليمفوبينيا suggestive. It is not specific, but suggestive for COVID-19. Associated, يا دكتور محمد، associated okay. Lymphopenia with D-dimer دلوقتي بيعتبرون biomarker for severity of the disease, not for diagnosis. Yes, thank you very much. Not for diagnosis. It is for severity of the disease. Also, there have been some report about the clinical manifestations. We are all of us are concerned about the respiratory manifestations of COVID-19 or sepsis like picture, but there have been some reports about GIT manifestations in COVID-19. So it can be it can wear a lot of hats. It can be masqueraded by many pictures. We have question here about the late onset sepsis like picture. Can we have a freely normal newborn after delivery presenting with late onset sepsis for COVID-19? Yes, reported cases. Yes. There's some reports about late onset sepsis. Reported case of at 3 weeks of life by manifestation of late onset sepsis and with bleeding tendency, with bleeding that not diagnosed at delivery, and later on develop severe bleeding tendency. ووجدوا عنده الDI manifestation of disseminated intravascular coagulation with a D-dimer elevated with fibrinogen decreased with LPT with BTT prolonged. Okay. Can be presented by late onset sepsis. Yes. There have been some reports about this. Also another question regarding the lymphopenia. Can we use the neutrophil lymphocyte ratio rather than absolute count? Neutrophil NL ratio. NL ratio. Lymphocyte ratio. Not studied. Yes, I agree with this patient. There is no report about using this. It hasn't been reported. Yes. It is affected. It's mostly the lymphocyte itself that is affected. Yes. Okay, and about radiology, we care about radiology much in adults and pediatrics. We look about for CT and something like this, but here in newborns we don't look at CT and no. And X-ray findings are non-specific. ممكن يكون الموضوع ده بعيد شوية عن النيوناتولوجي أو مش هو الكونسرن بتاع النيوناتولوجيست الأساس، بس برضو نحب من حضرتك تدينا هنت صغير عن ايه الفروق ما بين الراديولوجيكال بيكتشر في النيونيتس عن الاطفال. احنا برضو كدكاتره اطفال ممكن نشوف بعض الاطفال اللي فيهم حاجه زي كده، فلو حضرتك تدينا هنت صغير عن الفرق ما بين الراديولوجيكال بيكتشر في النيونيتس عن الاطفال. شكرا دكتور محمد. As regards the COVID radiology in children, according to National Society Consensus, imaging is not indicated in patients with suspected COVID-19 and the mild clinical feature, and these are at risk for disease progression. Imaging is indicated in patients with COVID and worsening respiratory status. So, as an initial diagnosis in mild with mild clinical features not essential for either chest X-ray or CT.
especially in the resources constrained environment, imaging is indicated for medical triage of patients with suspected COVID who present with moderate to severe clinical features and the high pretest probability of the disease. Moreover, why not SCT is not indicated as a routine timely depletion of find resources, especially BBB due to excessive usage, increase the risk of viral transmission for staff or patient to carry additional ionizing radiation for the patient. So LCT as a performance must be done only for patient with worse condition. So primary finding of COVID on chest X-ray and CT are those of a typical pneumonia or organizing pneumonia. ونشوف بقى X-ray, البلين X-ray for the most frequent finding are air space opacities were described as consolidation or pneumonia or least commonly ground glass appearance. So هذا distribution here is important for COVID is of usually bilateral, peripheral and lower zone predominant. It's three finding don't essential in contrast to parenchymal abnormalities or glomerular effusion, which is rare. Here at the posterior anterior and the lateral chest X-ray, illness in default, the positive COVID, no thoracic abnormalities were noted. In this case, is a chest X-ray here is normal. Another patient with COVID-19 positive in hospital, in illness day 9 and hospital day 5, increasing a left basilar opacity as shown was visible, a rather concern about pneumonia. So in picture, not the specific for any infection, it is specific for atypical pneumonia, which is usually lower lobar. Another chest X-ray in a patient with COVID infection, you need demonstrate, children, demonstrate right infrahilar airspace opacity as regard this picture. So X-ray finding usually in all cases as a lower lobe opacity as a typical consolidation. Here another chest X-ray frontal projection second day after admission for regression of the right lower zone opacity. The pediatric CT as regard it is not different than an adult, similar to appearance in adult, but least fluoride. Opacities usually ground the glass opacities were seen in one third of the total. With the classification بتاعت CT pattern, in adult as old children, ground the glass opacification or bilateral involvement, posterior distribution, multilobar involvement, peripheral distribution, and consolidation pattern. Here, a chest X-ray finding in pediatric patient with COVID-19 on transaxial image female for years, at 4 days after symptoms, two subpleural nodules in the right lower lobe, as shown at the one nodule, a second nodule. So usually a CT finding either nodular lesion or ground glass appearance or consolidation. Here, three patients. The first A, an only consolidation lesion was located in central region of the right lower lobe, as shown. A second 9-year-old child with fever 40 days. The only ground glass appearance was located in the intralobular subpleural area of the right middle lobe, as shown. A third, the 2 months of the child with cough 40 days and respiratory syncytial virus positive with multiple consolidation lesion with air bronchogram was located in the right lower zone, as shown. So it is also either ground glass appearance or consolidation in the lower lobe as a typical infection. This patient following ground glass appearance with reticulation. At the pre-examined CT 6 days later, show an initial lesion and the more ground glass appearance consolidation are noted on the left side. Second follow-up at 7 days later, involvement with lower lesion and the decreased fidelity were described. So a lesion can be healed. Here, another baseline CT scan imaging demonstrated typical CT find of COVID-19 pneumonia with multiple ground glass appearance, which is an essential feature
for diagnosis, usually lower lobe and peripheral. Patient under 18 years develop least severe cases of COVID-19 than older patient, experiencing mild symptoms, fewer with CT scan, and less lung involvement on imaging. And thank you. Thank you, Dr. Ahmed, for this illustration of different radiological pictures. واحنا برضو في منطقة الراديولوجي عندنا سؤال جاي لنا عن استخدام الالترا ساوند في الـ في الـ في الـ في الشست الترا ساوند يعني كدايجنوستيك ميثود. هي بقى عليها داتا كتيرة جدا كدايجنوستيك ميثود في النمونيا كبديل الاكس راي, وكمان في الادلت بقى في سام ريبورتس عن استخدام الالترا ساوند في الاي ار دي اس, وطبعا في النيونيت في الار دي اس والتي تي ان اند مالتيبل باثولوجيز. هل في كلام عن القصه دي في الـ في الـ في الـ في الديزيز ده؟ I will answer this. I think to my knowledge there is no reports في النيونيت. احنا لسه الحالات اللي في النيونيت قليله جدا عشان يتعمل عليها حاجه زي كده. ما فيش سبيسيفيك بيكتشر نقدر نتوقعها, ما فيش سبيسيفيك باثولوجي احنا متوقعين لسه عشان نبقى متوقعين الراديولوجيكال بيكتشر بتاعته في الالترا ساوند في النيونيت. وحتى كمان في الادلتس لسه ما فيش داتا كافية عن استخدام الالترا ساوند كدياجنوستيك موداليتي في الكوفيد 19. يعني ملوش بيكتشر محددة زي ما احنا بنقول مثلا ان في بيكتشر سجستيف في السي تي, ملوش بيكتشر محددة في الالترا ساوند في الادلت او في البيدياتكس عشان نقدر نعتمد عليها. فالالترا ساوند لسه لحد دلوقتي ما نقدرش نتكلم عنه بخصوص حاجة زي كده. والله يا دكتور محمد بعد اذن حضرتك انا لسه على حاجة الصبحية ماشي, بس انا ما رضيتش انزلها لان الالترا ساوند لا زالت تعتمد على البرسونيل. هنا قالوا ان في الكوفيد بيبتدي يظهر في حاجه اسمها اي لاين وبي لاين ابييرنس ان الترا سونوجرافي اوف ذا شيست, ودي اللي فايند اوف كوفيد انفيكشن, بس ات از ا بيرسونال اكسبيرينس راذر ذان كونستانت فايندنج اي واحد يقدر يعملها. فلا زالت الالترا سونوجرافي نوت يوزد فور دايجنوستس او دايجنوستيك تول فور راديولوجيكال فور كوفيد انفيكشن. Thank you. Thank you, Dr. Ahmed. Dr. Ablazim? Dr. Ablazim? احنا هنرجع للدكتور عبد العظيم لما كان بيكلمنا عن الفرق ما بين track of symptomatic and asymptomatic cases. فنرجع مع كده تكمل لنا القصة اللي احنا كنا ماشيين فيها. لو symptomatic احنا عرفنا symptoms هتبقى ايه او البيبي اللي احنا وعرفنا ان هو السيمتومز كلها عباره عن للاسف نون سبيسيفيك فالطفل يتولد مثلا هايبوتونيك ليثارجيك ابنيك بريتيرم ديستريسد لاي سبب من الاسباب, ده هيحتاج انه يدخل بقى ايه نرسل عندنا في الوحده يعني. طب لو طفل بقى اسيمتوماتيك ومعروف ان المدر بتاعته بوزيتيف كوفيد بوزيتيف, اقول له هنعمل معاه ايه؟ ده يعني هنسيب الشقه دوت للاستاذ الدكتور عفاف يتكلم عليه هتعمل مع الطفل اسيمتوماتيك ايه. انما انا هتكلم على الطفل اللي هو سيمتوماتيك, هو اوريدي محتاج يدخل ان اي سي يو ومحتاج انترفينشن. قبل ما اتكلم بس بالتفصيل هنعمل معاه في الايه في الان اي سي يو, حابب اقول ان الطفل ده انا خايف عليه من الكوفيد 19 وخايف من الناس اللي يتعاملوا معاه, فبالتالي هيبقى البريكوشنز كلها ان ذا فورم اوف دروبليت اند كونتاكت بريكوشنز. طيب لو هو مولود في حته بقى وعايز نقوله اوديه لان اي سي يو زي ما اتفقنا قبل كده, لو هو سيمتوماتيك باي شكل من الاشكال المفترض ان الطفل دوت يبقى ليه سبيشال تراك سبيسيفيك تراك ان كلوزد ايزوليت. طب لو هو اسيمتوماتيك لا دي مش دي حاجه ثانيه ومش مفيش داعي للكلوزد ايزوليت ولا سبيسيفيك باثوي, ده لو هو اسيمتوماتيك. طب لو هو بقى مولود بره المستشفى وعايز يدخل المستشفى يا دكتور محمد وهيجيني من بره هعمل معاه ايه؟ دي بقى المشكله. لغايه النهارده مفيش سبيسيفيك ميجرمنت, مفيش سبيسيفيك ريكومنديشنز بتقول هنقوله ازاي. زي ما هنشوف حالك كده لو هو اتولد بره المستشفى فبيقول لو هو الطفل دوت مشكلته ان هو عنده سيمتوماتيك من اول ما اتولد تمام, المفروض ان هيتولد اتولد بره المستشفى مثلا وهيجي المستشفى هيجي ان اي سي يو هيتنقل ازاي. مفيش زي ما اتفقنا جايد لاينز, فاحنا ابتدينا ندور على نشوف هل في جايد لاينز موجوده في سبيسيفيك سوسايتيز او غيره, فاعتمدنا على الكنديان بيدياتريك سوسايتي ريكومنديشنز. بتقول ايه بقى؟ بتقول لو الطفل دوت اتولد ويذ ريسبيراتوري ستريس ان ذا فيرست 24 اورز اند هاد ريكوايرز بوزيتيف بريشر فنتليشن هي شود بي ترانسبورتد يوزنج دروبليت بريكوشنز
with the infant in a closed isolate. يعني كل البرسونيل اللي هيتعاملوا مع هذا الشخص هياخدوا البريكوشنز كلها بتاعه الدروبليت بريكوشنز والبريكوشنز بتاع الكونتاكت. يعني في نفس التوقيت هيبقى حاطط سيرجيكال ماسك، هيبقى لابس جلافز، هيبقى لابس جاونز، هيبقى حاطط اي بروتكشن اند سو اون. ده لو هو سيمتوماتيك في اول 24 ساعه. طب لو هو نوت سيمتوماتيك او لسه في اول 24 ساعه كويس وبقى سيمتوماتيك افتر ذات، لو هو تفضل بقى سيمتوماتيك افتر 24 اورز يبقى اتس بيتر تو جارد اجينست ايربورن بريكوشنز. يعني اخد احتياطاتي والهيلث وركرز اللي هينقل الطفل دوت يلبسوا مش سيرجيكال ماسك بس، لا ده هيلبسوا N95 ريسبيريتور. تمام. في بعض الكومبليكيشنز برضه بتقول ان هو سواء هو الطفل دوت حصل له اعراض في اول 24 ساعه او ما حصلوش اعراض، المفروض الهيلث وركر بيرسونيل يبقى جاهز بكل امكانياته ان ذا فورم اوف دروبليت اند كونتاكت بريكوشنز. طيب البريكوشنز اللي داخل الان اي سي يو، المفترض ان في بريكوشنز معانا، انا يعني هبقى خايف على الطفل دوت من الكوفيد 19 وخايف ان هو ينقل انفكشن للاذرز سواء اذرز نيونيتس او الاذرز دول ان ذا فورم اوف هيلث وركرز. ففي بريكوشنز تبقى خاصه بالبليس وخاصه بالهيلث وركرز وخاصه بالفيدنج وخاصه بالاوكسجين ثيرابي والريسبيرتوري سبورت اند الدراجز اللي هي ريكومندد ياخد ولا لا والنوتيفيكيشنز تو ذا انفكشن كنترول يونت. حضرتك تحب اكمل البريكوشنز في الان اي سي يو وانا اتكلم في الاول على الاسيمتوماتيك وهنعمل ايه معاه جوه المستشفى؟ اوكي احنا ممكن نروح للدكتور عفاف. دلوقتي اتكلمنا عن الاسيمتوماتيك بيبي اللي جوه المستشفى هنتعامل معاه ازاي. قبل ما نتكلم عن الاي سي يو مانجمنت، لان الاي سي يو مانجمنت في تفاصيل كتيره وفي ديبيت كتير قوي. دكتور عفاف. يس اهلا بيكم تاني باك. اهلا بحضرتك. بس ستارت ماي فيديو، مش عارفه البرزنتيشن ممكن تشيل البرزنتيشن بالظبط كده. اوكي احنا وصلنا ان الطفل ده خلاص اتولد وعرفنا عملنا ايه في الريسستيشن روم او سواء كان ستابلايزنج للطفل ده وعملنا له ستابلايزيشن ازاي. هنيجي نشوف المانجمنت بوست ديليفر. يعني خلاص الطفل ده انا خدته وعملت ده كله حميته الكلام ده كله. فيرست اوف اول احنا هنعمل له اسسمنت. فاي طفل انويل وزي ما قال الدكتور احمد، اي طفل انويل هي از هايلي سسبيشس، هو suspicious ان الطفل ده يبقى اسمه person under investigation. يبقى دلوقتي حتى الكلمة الدارجة دلوقتي انه بدل ما بنقول suspected بنقول person under investigation. يبقى اي طفل اللي كوفيد positive or suspected mother هو كمان بقى person under investigation. والطفل ده مجرد يبقى unwell انا لازم احط في بالي ان الطفل ده suspicious. هل المفروض ان انا اول ما اعرف كده انا هاخد الطفل ده السواب، هعمل ثرو سواب؟ طبعا في ناس ما بتعملش، لو كان البيبي ويل بيسيبوه ما بيعملوش حاجه خالص. ده في بعض زي الكنديان والسويدن ما بيعملوش حاجه الا لو الطفل ده بعد كده بقى انويل. لكن الاي اي بي دبليو اتش او سي دي سي كلهم انه اول ما ناخد الطفل من كوفيد positive mother or suspected we should investigate him بايه مش بقى بسي بي سي وكده، لا احنا هنعمل حاجه واحده بس اللي هو هنعمل البي سي ار، هنعمل النيزو فارينجيال سواب. والنيزو فارينجيال سواب الكل اجمع على 24 وبعدين 48 ساعه. وطبعا معروف انه في بعض المراكز بتعمل عند ثالث يوم وخامس يوم. ليه؟ لان هم لقوا انه في 24 دايما بيطلع نيجاتيف، واحنا عندنا حالات هنا في مصر كده فعلا انهم طلع نيجاتيف في 24 ساعه، برضو 48 ساعات بيطلع نيجاتيف. ففي ناس بتاجلها ل 3 5 ل 3 و5 ايام، فيبقى
ويتش برضو ده هيرجع للجايد لاين اللي هنعمله في مصر حسب الدراسات، لكن الانترناشنال هو 24 و48. بنعمل النيزوفارينجيال سواب مرتين، ممكن نعمل ريكتال سواب، والريكتال سواب ده بتبقى مره واحده في 24 ساعه بس، بعد 24 ساعه او في خلال ال 24 ساعه بنعمل ريكتال سواب. طبعا if available مش كل المراكز هتبقى موجوده. بعد كده طب احنا هنحط الطفل ده فين؟ خلاص احنا خدناه وعملنا السواب. ومهم قوي ان انا اقول برضو ان السواب لما يتعمل ما يتعملش في الدليفري روم. الدليفري روم انت او عند الريسستيشن، سواء كان الريسستيشن روم او عند الدليفري روم عند الريسستيتور زي ما احنا قلنا، تعمل الاستابيلايزيشن لما تعملش سواب. السواب ده له حتة تانية بتاخد فيها، سواء كان في النيرسري سواء انت في ايزوليت روم. ليه السواب ده؟ ان هم ما يتعملش في الحته اللي هي او في المكان اللي هو بتاع الريسستيشن. اوكي، عملت له السواب، طب احطه فين؟ هوديه فين؟ فزي ما احنا قلنا ان احنا مفروض عشان الانفكشن كنترول وعشان خلاص ثبت ان في فيرتيكال ترانسميشن، بقى دلوقتي اي طفل ليه ام كوفيد بوزيتيف لازم تو بي ايزوليت. عشان كده بيسموها تيمبوراري ايزوليشن. ايزوليشن يعني انه تبقى في حته ثانيه. طيب قال لك الايزوليشن ده نفسه بيعمل اضرار ثانيه، هنقلل البوندنج، هنقلل بريست فيدنج، هنقلل هيعمل تروماتيك ستريس تروما فور ذا بيبي ايفن فور ذا ماذر. كل الحاجات دي ابتدوا يفكروا فيها. فالسي دي سي طلعت حاجه قالت ايه؟ It is ultimately the choice to separate mother and infant should lie with the mother as with any other medical decisions. يعني نبتدي to share with the mother. نبتدي نقول لها في خطورة من كذا، في vertical transmission، في انت لو هترضعي او هتخلي معك في الأوضة لازم يبقى في strict infection control. لو قالت اوكي خلاص احنا مش هنعمل separation، وهقول ازاي بالضبط هتحصل. يبقى دلوقتي هناخد الشويس بتاعت المادر، هنقول لها لا الطفل المفروض تبقى سيباريتد عنك، لكن عندنا ثلاث حلول. اول حاجه لو الطفل ده ويل بيبي اند ذا مادر از اسيمبتوماتيك، يعني هي كوفي بوزيتيف اور سسبكتد، واحنا عارفين السسبكتد بايه، بانها كانت يعني الكيس ديفينيشن بتاع السسبكتد لازم نبقى عارفينها. يعني ايه سسبكتد؟ سسبكتد انها جايه باكيوت ريسبيرتوري ستريس وما كانش عندها without any cause، اذا كانت دخلت اذا كان جايه من رحله بره، اذا كانت ان كونتاكت مع واحد كان كوفيد 14 يوم من قبل، يعني لها الكيس ديفينيشن ده السسبكت. فلو كان ويل بيبي اند اسيمبتوماتيك مادر ممكن اعمل رومينج ان، ممكن اعمل رومينج ان. اعمل رومينج ان ازاي؟ ان المادر هتبقى قاعده على سريرها ويكون الطفل في ايزوليت لوحده في 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 في, في كوتي او لوحده، ويبقى في 2 مترز ابارت بين السرير بتاع الطفل والسرير بتاع الام، لازم 2 مترز ابارت. وامال هيعمل ايه؟ هنعمل بريست فيدنج بس في اوقات البريست فيد، يعني مش هنعمل بقى سكين تو سكين، مش هنعمل الكنجارو، مش هنعمل الكلام ده كله، لكن هيبقى في قاعدين في نفس الاوضه وفي هيلبر او نيرس بتاخد الطفل وقت الرضاعه وبتحطه على البريست بتاع المادر، ولازم المادر تكون واشر بريست، واشر هاند فيري ويل، وتكون حاطه الماسك السيرجيكال ماسك، لازم تكون حاطه السيرجيكال ماسك، بتحاول ما تكحش. يعني شوف لدرجه ايه، يعني كل ده لازم نقوله للام، انت هتحاولي ما تكحيش لان ده كله ممكن يبقى فيه خطوره على الطفل. يبقى تاني والبيبي with asymptomatic mother احنا بنحطهم rooming in with 2 meters apart breastfeeding with all protection should be handled by the mother and given even as advices by the health providers. لو كان well baby and symptomatic mother، لا ده المادر عيانه تعبانه، يعني حاجه سيمتومز واضحه عليها وهو كويس، هنا انا مش هحطه في نفس الروم طبعا، لان هيبقى في فيرال لود كتير او فيروس لود كتير جدا في الاوضه دي نفسها، يبقى هنحطه في نيرسري. في نيرسري ونشوف الفيدنج اوبشن ايه، والفيدنج اوبشن هنقولها في السلايد الجايه. لو كان unwell
الطفل انويل والام انويل الاثنين هنا هيروح للنيكيو وهنا الدكتور عبد العظيم هيقول لنا هيعملوا ايه في النيكيو. الرومينج ان اللي احنا قلناه ان الطفل ويل والام شكلها ويل واتحطوا في اوضه واحده وزي كان الديستنت بتوين دي البازنت ويل سرير الام قد ايه وامتى هتروح لها يحصل ان في بريست فيد. لكن لازم نعرف انه لو احنا خدنا الرول العام انه نو دايركت كونتاكت مع الام، لكن طبعا لو الام عايزه هي اللي ترضع يبقى هنعمل زي البريكوشنز اللي انا قلتها قبل كده. يبقى separation until mother is known to be negative. طب انا هفضل separated لامتى؟ افرض الطفل ده الام unwell والطفل well وانا خدته وحطيته في نيرسري، طيب هفضل separated لحد امتى؟ لحد ما الام تبقى non infectious. يعني ايه الام non infectious؟ لها دلالات لها علامات امتى الام نقول عليها non infectious وتقدر انها تبقى direct relation مع الطفل، ان تبقى الام no fever for 72 hours without antibiotic. إنه no symptoms for 7 days. ما عندهاش symptoms خالص من آخر symptoms كان عندها. إن الـ PCR مرتين negative. هنا نعتبرها non-infectious وتبتدي تقدر إنها تروح وتبقى in direct relation مع الطفل. طبعا دي صورة يمكن الكرتون دي هيقولها الدكتور عبد العظيم عشان يجمع كل ال. طب نيجي على الترانسبورتيشن. هو الدكتور عبد العظيم اتكلم على الترانسبورتيشن اللي جاي له من بره هيعمل فيه ايه. طب احنا الطفل لو ما عندناش مكان الام ولدت وما عندناش مكان، هي دي المشكله. لان انت لما هتيجي هتعمل ترانسبورتيشن فور ذا بيبي ذير از في ماتش مور بيرسون وود بي اكسبوزد فور ذا فايروس. يبقى احنا بنحاول على قد ما يكون ان ما يبقاش في ترانسبورتيشن واننا نقبل الحالات على قد الاماكن الموجوده عندي والفاسيلتي اللي هي عندي، لان الترانسبورتيشن فيها مشكله. انت بتعرض ناس للخطر، بتعرض لانه بيروح لحته تانية، بيروح لمكان تاني، المكان التاني ده ممكن الدكتور ما يعرفش مين اللي جاي له، ما كتبش هيستوري كويس، يبقى بيتعرض اكتر لمشكله. فانا عندي ترانسبورتيشن نحاول انها تبقى محدوده جدا، ان انا ما انقلش من الهوسبيتال بتاعي لهوسبيتال تاني على قد ما اقدر. ما اعرفش هتكلم على الفيدنج اوبشنز ولا احنا عندنا اسئله كتير جدا على الفيدنج. على الفيدنج ده على الفيدنج اوبشن، يعني ادخل على الفيدنج اوبشنز. اغلب الاسئله اللي جايه لي الاسئله على طبعا على الاوبشنز. الام هتفيد ازاي؟ وهل البريست ميلك اتز هل في ترانسميشن من خلال بريست ميلك؟ يبقى الام ترضع دايركت بريست فيدنج او حتى بامب بريست فيدنج ولا لا؟ يعني اول حاجه ان هو نقطه مهمه جدا طبعا. اول حاجه ان هو اذا كان ما فيش اي دوكيومنتيشن قالت انه في فيروس اتنقل عن طريق بريست ميلك، يعني البريست ميلك ما فيهوش فيروس لغايه دلوقتي زي ما قال الدكتور عبد العظيم لغايه يومنا الحالي، ان ما فيش فيروس دخل على البريست ميلك او بقى موجود في البريست ميلك. فدي اول حاجه ان البريست ميلك فري مفيش فيه مشكله. هل الام تردع دايركتلي؟ اولا البريست فيدنج ده اهم حاجه، يعني سواء كان دايركت سواء كان بامبينج، خلاص هما دول الاثنين الحاجتين المهمين جدا، يا دايركت يا بامبينج، ودي الاكسبرست. طيب الدايركت مشكلته في ان زي ما قلنا دروبليت انفكشن، والدايركت لازم الام ناخد نقول لها الظروف بالظبط ايه، لازم الام تبقى موافقه او هي اللي عايزه تردع دايركتلي. ودايركتلي يا دوبك الطفل هيروح لها عند الرضعه فقط. طب هتعمل ايه؟ قلنا ووش البريست ووش الهاند فور 20 مينتس وتلبس الماسك وتحاول انها ما تكحش وترضع دايركتلي من البريست، ما فيش اي مشكله، وخصوصا لو كانت هي ويل وهو ويل ما فيش اي مشكله انها ترضع. طب الام ال مش قادرة او هي رفضت، عرفت الخطورة ورفضت قالت لا انا مش هرضعه دايركت مني، يقدر انه ياخد البريست ميلك؟ يس يقدر انه ياخد بريست ميلك باي اكسبريشن. فيبقى لازم يكون كل هوسبيتال مجهزة الالكتريكال بامبينج بتاعها عشان نقدر ناخد الميلك كويس، ونقدر اي بقى كير جيفر يلبس الماسك وهو اللي يدي الطفل. يبقى دايركت ممكن، اكسبريس بريست ميلك ممكن. طب افرض الام دي بتاخد ادويه، هي هتبتدي هتاخد الانتي الادويه بتاعه الكلوك الدايكلوك
كلوروكسكين وهتاخد وهتاخد الانتي فايرال وهتاخد الكلام ده، هل في مشكله؟ لان الامهات دي هتتعالج، هل في مشكله انها ترضع؟ نو الحاجات دي ما مالهاش اي تاثير وبترضع عادي، والانتي فايرال او الانتي مالاريا اللي هما بيتاخدوا ما فيش اي مشكله، ووجوده في الملك قليل جدا وما فيش اي مشكله ان الملك يتاخد سواء دايركتلي او سواء باكسبرس. طيب في كانت بيبر واحده او في جايد لاين واحده كاتبه عن الويت نيرس. الحقيقه الويت نيرس دي انا قعدت افكر فيها كتير. ويت نيرس يعني هنجيب ام بديله وتبتدي هي ترضع. اولا عشان اعمل يعني الحقيقه لما شفت البيبر دي انا قعدت افكر فيها، لانه اولا لازم الام لازم اللي جايه ترضع دي المرضعه دي او الويت نيرس دي تكون كوفيد نيجاتيف، هل هتبقى كارير مثلا، يبقى لازم اصلا يكون متاخد لها ومعروف انها نيجاتيف، دي اول حاجه. تاني حاجه انها افرض الطفل ده كوفيد بوزيتيف، يبقى ازاي هترضعه؟ يبقى في الويت نيرس لازم اخلي بالي ان هي تبقى نيجاتيف وهو يبقى نيجاتيف، ما يبقاش هو بوزيتيف لانه هيعديها خلاص. يبقى الويت نيرس نخلي بالنا، عشان كده عاملاها بالازرق لانها يعني ادام اتقالت لازم اقولها، لكن لازم محرسين جدا كلمه الويت نيرس. وده كله عشان ارجع في الاخر خالص واخلي اخر اوبشن عندي هو البريست ميلك سبستيتيوت اللي هو الفورمولا. طبعا ان انا ما عنديش حل خالص ان انا لازم حد يفورمولا، لكن 1 2 3 4 هو البريست ميلك وما فيهوش خطوره، ويتاخد دايركتلي or indirectly. الام بتاخد دراكس or ما بتاخدش دراكس، ما فيش مشكله عندي خالص. تمام، في بعض البوينتس هنا اتطرحت في قصه البريست فيدنج. حضرتك دلوقتي سؤال على ان الام لو دايركت بريست فيدنج، لو المذر هي بوزيتيف والبيبي بنيجاتيف، ممكن تعديه بنفسها يعني باي ايربورن او باي بالدروبلت؟ طبعا لازم، عشان كده بتلبس ماسك يعني، عشان كده هي تلبس ماسك. لازم تلبس ماسك، لازم تبقى كل الانفكشن كنترول موجود، وهي تبقى عارفه الخطوره يعني، هي لازم تبقى ده تشويسز بتاعها. ما هي ده السي دي سي اللي قالت ان هو لازم سيباريشن. لكن لو الام اصرت على انه يكون في دايركت ريليشن، هيبقى تايملي قوي يا دوبك ساعه الرضع. وتاني حاجه ان الام تاخد كل البريكوشنز بتاعتها في انها تلبس السيرجيكال ماسك بس، مش الان يعني ما حدش قال على الان 95 للامهات الحقيقه. طيب وهل في حاجه خاصه بالانتي بوديز في البريست ميلك؟ الانتي بوديز في البريست ميلك هل ليها دور؟ الحقيقه لغايه دلوقتي ما درستش، لكن انا شفت بيبر اتقالت انه ابتدوا يدرسوا الانتي بوديز، لانه لقوا انه ممكن البريست ميلك اصلا هو اللي يخفف الكوفيد يعني هو ده من الانتي بوديز. لكن قد ايه وفي قد ايه وكام وامتى بيبتدي الحقيقه لسه في طريقهم للدراسه، وكلنا بقى هنبتدي نعمل الابحاث بتاعتنا، لان زي ما انت شايف ان كل الابحاث 5 10. يمكن اكبر كانت دراسه كان على 45 بيبي اللي لقوا فيها الاربعه دول اللي في بنمونيا يعني. لسه الدراسات اللي كانت 34 يعني، لسه الحقيقه الدراسات قليله جدا. حتى ابتدوا يفكروا انه هل الدراسات دي نقدر ناخد عليها ولا لا، لان هي مش ماشيه بالميثودولوجي مظبوطه ومش ماشيه ستاتستيكالي مظبوطه، فعشان كده لسه في كويري الكلام ده. ريجاردينج ذا اكسبريست بريست ميلك، عايزين برضو في سؤال على البامبنج، فعايزين على ان ما ينفعش الام تستخدم شير بامب، لازم تكون هي اون بامب، او لو هي هوسبيتال بامب يبقى على الاقل الكاب اللي هيركب على الام يكون بتاعها، والباقي البامب بقيه الحاجات بتاعه البامب تبقى ويل ديسبوزد اند ويل كليند وستايزد، ويعني كل البارس بالظبط، كل البارس بتاعه البامب. طبعا مش كل ام الافضل ان كل ام تجيب البامب اللي بتاعها يعني، ده الافضل. لكن ما حدش، احنا ليه بنقول الالكتريكال بامب؟ الالكتريكال بامب هي اللي هتقدر تديني كميه لبن كويسه، لكن كل ام هتجيب ايه؟
الهاند المانوال بامب دي وحش يعني، مش هتجيب لك الكميه، خصوصا انها واحده تعبانه يعني احنا عايزين نخلص، مش هتقدر تقعد مده انها تبامب. الالكتريكال بامب برضو ساعات ما بيقبلش اللي هو العادي بتاع السوق الالكتريكال، لكن الهوسبيتال بامب هو ده الحقيقه، لانه هو دبل بامب وبيبقى الباور بتاعه عالي فبيقدر يجيب كميه لبن كويسه في الهوسبيتال. طيب الهوسبيتال ده هيتقبل لكل ام زي ما حضرتك قلت الكب بتاعها، الباطل بتاعها، الكلام ده ازاي يبقى البارس دي ازاي بعد كده بالانفكشن كنترول اللي هيتقال لهم بقى ازاي تتغسل وازاي تتعمل، وده حاجه تبع الهوسبيتال يعني. يس. اخر حاجه في الجزء اللي احنا بنتكلم اخر الاسئله كان عن ان البيبي اللي هتحط في نيرسري، ايه البريكوشنز اللي بتتعمل في النيرسري؟ لما هل يبقى في نيرسري اوضه لوحده ولا لازم تبقى نيجاتيف بريشر روم، ولا ايه البريكوشنز؟ الافضل طبعا نيجاتيف بريشر روم، حتى الام لما تولد، قال لك الافضل نيجاتيف بريشر روم، يعني دي بقت زي يعني حاجه من الاساسيات اللي هو النيجاتيف بريشر روم. لكن افرض هو للاسف مش موجوده في مستشفيات، مش موجود بالظبط، ما هي عشان كده انا حتى تلاقيني ما دققتش عليها، لان احنا بنحاول يعني نبقى شويه قريبين من السوسايتي بتاعي. الحاجه الثانيه حضرتك قلت ان هو هيتحط في اوضه لوحده، طبعا يستحسن انه الطفل يتحط في ايزوليت، لكن مين الهوسبيتال اللي هيبقى عنده كذا ايزوليت؟ لا اكيد هيتحط في نيرسري في اطفال ثانيه. هي المشكله في ايه بقى؟ انه لو الافضل انه يكون كلهم مثلا ولاد كوفيد يعني كلهم كده، طب افرض ما عندناش، افرض ما عندناش يبقى هيتحط في اوضه زي ما احنا بنعمل في الحضانات دايما، بيبقى عندنا ايزوليت يعني بيبقى عندنا اوضه عزل اسمها اوضه عزل، يتحط في الاوضه دي ويبقى في فرق بينه وبين الحضانه الثانيه 2 مترز. لازم يبقى فرق 2 متر، يعني يبقى عندنا فيزيكال سيباريشن، بس مش لازم بالظبط، مش لازم بالظبط، اذا امكن. وهو ده الريكومنديشن بتاعت المالتيبل بوديز، يعني بتتكلم على الموضوع ده ان احنا محتاجين مش لو طبعا لو موجود في انكيوبيتر، فمطلوب برضه الانكيوبيترز تبقى منفصله عن بعضها، بالظبط، و2 متر ابارت، واللي هيخدمه اللي هو جاي هيعمل هيعمل بقى اذا كان دبل في الان اي سي يو بقى لو كان هيعمل اي حاجه، انما لو هيخدمه في النيرسري عادي هو هيلبس البي بي اي بتاعه الستاندرد اللي هو بالسيرجيكال ماسك المعروف وعادي خالص، ما فيش. وبعدين انا شفت سؤال، طب هو هتشارج امتى من النيرسري؟ اذا كان الطفل ده ويل لو كان كوفي نيجاتيف خلاص خير وبركه، ده هيمشي، وويل والبي سي ار بتاعه نيجاتيف خلاص ده هيمشي. طيب افرض الطفل ده ويل، هو ويل كويس وقعد في النيرسري وطلع الكوفيد بتاعه بوزيتيف لمرتين، طلع بوزيتيف لكن هو ويل وكويس، يكمل الجرانتي بتاعه بره، يكمل الجارانتي ال 14 يوم بتاعه بره. الله. طب الكير جيفر اللي حواليه ياخدوا بالهم ان هم ياخدوا بالهم من الستول بتاعه، لان احنا لسه قايلين الستول فيه فيروس، ياخدوا بالهم في الهاندلنج بتاع الستول، ياخدوا بالهم من انهم اللي هياخد كير، لان الام محجوزه، اللي هياخد كير بتاعه في البيت انه يبقى لابس الماسك بتاعه واخد كل الاحتياطات بتاعه بالجلافز والماسك والكلام ده خلاص، لكن بيكمل الجارانتي بتاعه بره، لان مفيش هوسبيتال هيستحمل انه يخلي الطفل ويل كويس 14 يوم، فعشان كده بيتابعه بره. ثانك يو دكتور عفاف. شكرا دكتور عبد العظيم. دكتور عبد العظيم، هو انا بس عايز اقول حاجه يا محمد قبل ما امشي، انا مشيت ولا لسه؟ لا لسه محمد حلق. انا لسه موجوده، انا بس يعني انا بدعوهم انهم يقروا البيبر الميني ريفيو الحقيقه اللي احنا عاملينه، هو اتنشر في الانوال اوف نيوناتولوجي جورنال، هو على المانجمنت اوف نيونيتس بورن تو مذرز وذ كوفيد، وهنا في سمرايز لكل الاراء بتاعه البروتوكولز والجايد لاينز اللي اتعملت في العالم. ملخص الويب نار يعني هتلاقوه في الارتكل تقريبا. دكتور عبد العظيم نرجع لحضرتك نتكلم على النيكيو مانجمنت. احنا دلوقتي دكتوره عفاف كلمتنا عن الاسيمتوماتيك بيبي او البيبي اللي مش هيحتاج يدخل نيكيو، البيبي اللي هيبقى في سواء كان هيبقى في ايزوليشن روم في النيرسري لو كان بوزيتيف، او لو الام كانت سيفيرلي ال، لو البيبي كان قررنا البيبي اسيمتوماتيك كويس بس الام عايزه تخليه معاها وعايزه ترضع،
فممكن البيبي يبقى معاها ايا كانت الاوبشنز دي. لكن احنا متفقين تماما على ان البيبي الانويل بيبي او اللي عنده اذر انديكيشن فور نيكيو ادميشن ده هيبقى في النيكيو. ايه اللي هنعمله بقى في النيكيو؟ بالظبط كده. بالنسبه قليله جدا من الحالات باي ذا واي، بس يعني ستيل موجوده واحنا محتاجين نبقى بريبيرد ليها. صحيح صحيح. احنا هنحاول نلخص بس الكلام عشان الوقت اخذنا شويه، وهنقول البريكوشنز الخاصه بالايتمز دي. نمره واحد البليس، الهيلث وركرز يعملوا ايه، الفيدنج والفلويدز والاكسجين ثيرابي والترانسبيراتور سبورت والدراجز الافيلابل اند النوتيفيكيشن. نمره واحد البليس او الحضانه، هل الطفل اللي هو سسبكت انه يبقى كوفيد بوزيتيف يدخل الحضانه عادي مع الاطفال العاديه بتاع الحضانه ولا لا؟ لا طبعا، عشان حاجتين. نمره واحد هو ليه تعامل خاص بيه، نمره اتنين العدوى اللي ممكن تحصل منه للاذرز تو اذر نيونيتس تو اذر هيلث وركرز او غيره. فهم بيقولوا ايه، كل الريكومنديشنز دلوقتي حاليا بتقول ان اتس بيتر انه يبقى فيه ايزوليتد ان ا سنجل بيشنت روم. يا عم ده احنا ما عندنا اماكن للاطفال، يعني انت بتتكلم كلام صعب انك تبقى كل طفل في اوضه لوحده. فيقول لك لو هو لو 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 تقدر تخليه في اوضه لوحده والاوضه دي تبقى نيجاتيف بريشر وسبلايد باي او سبلايد وذ هيبا فلتر، والهيبا فلتر ده عباره عن ايه؟ هاي افشنسي بارتيكوليت اير، دي فلترز مخصوصه بتعمل انفلتريشن او بتعمل تراكشن او يعني بتحجز كل ما هو اكبر من 3/10 مايكرون. فبالتالي حتى كل انواع الجراثيم، كل انواع الفيرال لود، كل انواع البكتيريا، الهيبا فلترز دي ممكن تعمل لها بارتيكوليشن، ممكن تعمل لها الفلتريشن ليها هي، يعني بتنقي الهواء من كل الفيروسز بما فيها الكوفيد. والهيبا على فكره هو نوع يعني مش موجود بس نظام فلتر في الحيطه او في التكييف او غيره، لا ده هو نظام بيتعمل مخصوص على حسب انت عايز ايه، يعني عايز تحطه على شباك، عايز تحطه جوه حضانه، عايز تحطه ايفن حد دلوقتي حاليا بقى السباب مودز او الميكانيكال فنتليتورز بقى الفلترز بتاعتها فيها افيلابيلتي فور هيبا فلتر. فنرجع تاني نقول ان اتس بيتر انه يبقى في اوضه لوحده، اتس بيتر ان تبقى الاوضه دي نيجاتيف بريشر، اتس بيتر ان تبقى الاوضه نفسها سبلايد وذ هيبا فلتر. طيب انا مش هقدر يبقى في اوضه لوحده تبع امكانياتنا وتبع اللي متاح بالنسبه لنا، فاحنا بنقول الاتي، لو احنا هنحطه في اوضه مع طفل تاني يبقى اتس بيتر ان الطفل التاني ده يبقى برضه سسبكتد انه يبقى كوفيد 19. فممكن اجمع الاطفال كلهم اللي هم سسبكتد يبقوا كوفيد 19 ويبقوا في اوضه، المسافه ما بين كل طفل والتاني تبقى على الاقل 6 فيت ديستانس او 2 مترز ما بين كل حضانه والتاني. الحاجه الثانيه اير اند تمبرتشر كنترول رومز، اقدر اتحكم في التمبرتشر واقدر اتحكم في الاير عن طريق الترابنج اوف اير اللي موجود في الاوضه دي، يعني اتس بيتر ان هي تبقى متعقمه. لو اقدر ازودها بالهيبا فلتر يبقى كويس، لو اقدر اعمل لها استراليزيشن اول باول يبقى كويس اند سو اون. عشان انا خايف من حاجتين زي ما اتفقنا، انا خايف على الهيلث وركرز اللي هيتعاملوا مع هذا الطفل، وخايف على الاذر نيونيتس اللي جوه الحضانه. ده بالنسبه للمكان. طيب الهيلث وركرز بقى اللي هيتعاملوا مع الطفل ده، سواء اللي هيتعامل معاه فيزيشن، سواء اللي هيتعامل معاه نيرس، سواء اللي هيتعامل معاه وركر، سواء هيتعامل معاه فني اشعه ممرضه تسحب عينه، ايا كان شكله ايه، لازم يبقى عنده احتياطات ضد حاجتين، دروبلت اند كونتاكت بريكوشنز. فنمره واحد الماسك اتس ريكومندد تو ان هم كلهم يلبسوا سيرجيكال اند فلويد ريزيستنت ماسك، مش الان 95، مش ده، احنا بنلبس الماسك العادي السيرجيكال بس يستحسن يبقى فلويد ريزيستنت. الحاجه الثانيه يلبسوا جلوفز العاديه بتاعتنا والجاونز والاي بروتكشن اتس ريكومندد، والاير شيلد اتس ريكومندد فور فيزيشنز او نيرسز او غيره اللي هيتعاملوا مع الطفل ده. فالبي بي اي مقصود بيها ان الهيلث وركر يلبس ماسك، جلوفز، جاون، جوجل، اير شيلد. فبالتالي هيبقى كده عامل جارد اجينست الدروبليت اند كونتاكت ترانسميشن اوف فايرال انفكشن. امتى نستعمل ال N95 ماسك؟ في الحالات بس اللي هتعامل فيها بالسكريشنز الريسبيراتوري سكريشنز، زي الطفل اللي هيتطيب، اللي هنركب له انتيوبيشن، طفل هنحوش نعمل اكستيوبيشن، النيزوفرنجال سامبلنج لما اجي اسحب عينه من النيزوفرنجال او غيره، لما اجي اوصله على سباب، لما اجي اوصله على فنتليتور، لما اجي اعمل ساكشن تيوب او غيره، طالما في تعامل مباشر مع الريسبيراتوري سكريشنز عن قرب، اتس بيتر ان الهيلث وركر يلبس ان 95 ماسك. انما في العادي
هعمل اكزامينيشن، هسمعه، هشوفه، هوصله على اي سي جي، هوصله على مش عارف مونيتور، يبقى البي بي اي العادي بتاعنا مفيش فيه مشكله خالص في السيرجيكال ماسك. بيقولوا ايه؟ الاول اتندنس هيلث كير وركرز شود ابلاي تو ذيم بي بي اي اللي احنا قلنا عليهم، الاي بروتكشن والجلافز والجاونز اند سو اون. All fluids and linings are biohazardous. يعني الستول زي ما قالت الأستاذة الدكتورة عفاف إنه حاليا أصبح infectious وأصبح فيه دراسات كتير عليه جدا. فالستول بتاعه، اليورين اللي طالع منه، السكريشنز اللي طالع منه، كل ده نتعامل معاه biohazardous infectious. Eliminated according to the infection control guidelines. زي ما infection control هيقول لي ده يترمي في الحتة الفلانية ماشي، ده يتولع فيه ماشي، ده يروح المحرقة ماشي، ده نخزنه بالطريقة الفلانية، ده ندفنه، ده مش عارف ايه، زي ما هيقول infection control هنتعامل معاه. الهيجين بتاع الناس كلهم اللي جوه الحضانة ده طبعا ده شيء مفروغ منه. والcomplete sterilization after discharge of this baby is recommended. What about the feeding and fluids داخل ان اي سي يو؟ زي ما اتفضلت الاستاذ الدكتور عفاف وقالت ان البريست ميلك از ذا بيست فور ذيس نيونيتس سبيشالي ان بريتير نيونيتس. انا بياخد بريست ميلك اكسبريسد بريست ميلك بتاع مامته مع اتخاذ احتياطات الوجبه. الاحتياطات يعني ايه؟ يعني في بامب خاصه بيه هو لوحده، الهيجين فور هاندز اند فور بريست فور ذا ماذر، الهيجين بعد ما يخلص الرضاعه بتاعته فور ذا بوتل اند سو اون. فالبريست ميلك از ذا بيست فور ذيس نيونيتس. طيب مش هيقدر ياخد بريست ميلك، ممكن او نوت افيلبل بريست ميلك او غيره، ممكن ساعتها ناخد الارتفيشال ميلك. وكانت الاستاذه الدكتوره عفاف قالت الوت نيرس، وكان مقصود بالوت نيرس ان مش لازم نجيب واحده غريبه ترضع طفل. في احنا عندنا في المجتمع المصري ممكن تبقى خالته، تبقى عمته، مرات خاله، مرات عمه، افيلبل فور بريست فيدنج. في الحاله دي لازم اتاكد انها فعلا يعني مش كوفيد 19 بوزيتيف. والحاجة الثانية استمع الهيجين، سواء هاند هيجين او بريست هيجين او غيره او وفي ساعتها ممكن اديله بريست ميلك بتاع الوت نيرس دي. مش متاح برضه يبقى ساعتها هادي الارتفيشال ميلك. لو هو ما بياخدش خالص، محجوز في اي سي يو ومش قادر اديله فيدنج اورالي، ممكن اديله فلويدز او ان ذا فورم اوف فلويدز عادية او تي بي ان. بس تيك كير ان في حالات الفلويدز او في حالات التي بي ان تيك كير اوف فوليوم اوفرلود. يعني لازم الاطفال اللي هم يبقوا ستريسد او محجوزين بريسبيراتوري سيمتومز ناخد بالنا ان نحسب لهم الفلويدز بتاعتهم على 70% اوف مينتنس ثيرابي. طب هو تبع ذا اوكسجين ثيرابي، هل في اختلاف بين الاوكسجين ثيرابي للاطفال دول اللي هم كوفيد بوزيتيف 19 ولا ما فيش اختلاف؟ وجدوا ان في الدوزج او في الثيرابي او غيره ما فيش اختلاف، انما كل الاختلاف هيبقى في الماسك اللي هيستعملها الطفل ده، سواء الماسك او سواء اللاين بتاع الماسك او غيره، او حتى الوصل اللي هتستعملها من الاكسجين او من البنايزر او غيره. دي بس اللي محتاجه تعامل خاص شويه، محتاج لو نقدر نستعمل ديسبوزابل سيتس يبقى كويس. مش هقدر استعمل ديسبوزابل سيتس يبقى كيرفولي ستيرلايزد ديبندنج ابون ذا افيلابيلتي اوف ريسورسز. طبعا عندنا في مصر هيبقى صعب جدا نستعمل ديسبوزابل سيستمز او ديسبوزابل ماسك، فبالتالي محتاج اعقمه مره ثانيه ومره ثالثه اند سو. طيب هو تبرد الريسبيراتوري سبورت فور ذيس نيو نيدز، زي ما اتفضل الدكتور احمد اسماعيل وقال ان الريسبيراتوري مانيفيستيشنز اوف ذيس نيو نيدز ار نوت سبيسيفيك فور كوفيد. انما هي كل القصه بتاعته بكل حضانه زي بتاع نيمونيا، زي بتاع الار دي اس، زي بتاع الريسبيراتوري ستريس، زي بتاع السيبسيز. فبالتالي ممكن في فتره من الفترات يحتاج سباك، يحتاج فنتليتور، اكونت ذا ستيتس اوف ذا ستريس. برضه ما فيش مشكله من استعمال الفنتليتورز او السباك او غيره، بس الله يكرمكم ناخد بالنا من لازم الحاجات كلها بتاعه السباك، السيت كلها من اول الفيس ماسك لغايه الجهاز نفسه بتاع السباك، السيت نفسها بتاع الفنتليتور، ذا اوكسجين فلترز، التيوبنج فور ذا فنتليتور، الفيس ماسك اند اذر اني ديفايسز از ا بارت اوف ريسبيراتوري مانجمنت should be disposed if possible or carefully sterilized. What about the drugs? Is there any drugs specific for COVID-19? Unfortunately, up till now, ما فيش دراسات نقدر نعتمد عليها في إعطاء أدوية معينة for these new needs. زي ما اتفقنا هو هيخش الوحدة عندي سواء هو بوزيتيف أو مش بوزيتيف، زي ما هنشوف بعد شوية، انا هعمله زي حاله نيمونيا عاديه، هعمله زي حاله سيبسيز عاديه، بس هاخد البريكوشنز بتاعتي اجينست دروبليت اند كونتاكت بريكوشنز. طيب هل في سبيسيفيك انتي بيوتكس ريكومندد فور ذيس نيونيتس؟
up till now, no. No FDA-approved, no FDA-approved drugs for these neonates. يعني ما هو بياخد انتيبيوتكس عادية جدا زي زحالة سيبسيس زحالة النيمونيا بيمسع على أمبسيلين جنتاميسين في الأول بياخد بعد كده مثلا سولباكتام مثلا مع كيفالوسبورين أو غيره هو تيفر بيتعامل مع عملة السيبسيس أو النيمونيا العادية بياخد سيرفاكتانت بياخد سيرفاكتانت إذا كان RDS أو غيره إنما ما فيش سبيسيفيك دراجز فور ذيس نيونيتس. طيب هو تبعو ذا أنتي فايرال دراجز يعني زي ما احنا عارفين كلنا إن الأنتي فايرال دراجز nowadays لسه بتتجرب في الناس الأضر فهي بتمر بأربع مراحل أو خمس مراحل بتبدأ في الأول بالفولنتيرز بعد الفولنتيرز أدلت بيبقوا أدلت نون فولنتيرز وبعد كده بتتجرب على البيشنز وبعد كده بتتجرب على التشيلدرن وبآخر مرحلة خالص اليونيتس والبريجننت وومن فأبت ناو أنفورشنيتلي ما نقدرش نقول ريكومندد إنه ياخد أزيثرومايسين ريكومندد إنه ياخد أنتي فايرال الفلاني ريكومندد إنه ياخد هيدروكسيكلوروكين أبت ناو نو ريكومنديشن فور سبيسيفيك دراجز فور ذيس نيونيتس. هو تبعوا ذا أنتي كوأجلانس أز دكتور أحمد سيد ذات الدي دايمر and lymphopenia are characteristic for these neonates, for these patients for COVID-19. فكان في بعض الدراسات استعملت أو recommended أنه بيستعمل مثلا anticoagulant in the form of heparin أو غيره بس لسه up to now ما فيش حاجة نقدر نستند عليها في استعمال anticoagulants. نيجي في الانجيزكس لو أنا هستعمل أي anangizics in the form of cetal أو ibuprofen أو غيره ولو هستعمل ibuprofen عشان ال PDA هل في مشاكل من استعمال ibuprofen مع COVID-19 up to now؟ في ريكومنديشن ان لو هستعمل انالجيزكس جاست استعمل باراسيتامول نوت نون استرويدال اور اسبرين او حاجات مشتقه من نون استرويدال في نيونيس تو افويد اكسجريشن اوف مانيفيستيشنز ودي كانت بيبر واحده بس قالت ان لو استعملنا الديريفاتيفز اوف نون استرويدال او الديريفاتيفز اوف ديكلوفينات في التشيلدرن نوت ان نيونيس مي اكسجريت ذا مانيفيستيشنز اوف كوفيد 19 فبالتالي لو انا في الحضانه it's better to avoid these drugs just give paracetamol if needed. What about the CNS stimulants هنستعملها زيها زي باقي الحالات عادي جدا لو الطفل ابيك او غيره ممكن استعمل كافيين ساتريت او غيره انما ما فيش حاجه specific for these neonates. زي ما اتفقنا احنا كل كلامنا النهارده up to this day 25 April 2020 no evidence to date that administration of the following drugs improve the outcomes of neonates. ولا immunoglobulins ولا الانتيفيرال ولا الاسترويدز. ودي كانت يعني بيبر اتنشرت في American Journal of Perinatology يعني ما فيش اسبوعين ثلاثة. To date there have been no reports of mortality reported except one Egyptian preterm neonate died وفي الغالب مش ما كانش سبب الديث هو الكوفيد 19 بوزيتيف انما توفى عشان كان بريتورن والمادر نفسها دايت كان عندها مشاكل كتير جدا اثناء الولاده ودايت بس الدراسه بتاعته ما عرفناش نوصل ايه السبب بتاع الوفاه. تمام النوتيفيكيشن ات از فيري 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 امبورتنت. اتفضل عايز بس ريفلكت مع حضرتك بعض البوينتس المهمه جدا في الكلام بتاع تريتمنت لان ده اتس فيري امبورتنت عن تريتمنت. ناخد من كلام حضرتك كده ان احنا تقريبا ما عندناش حاجه ما فيش حاجه ثيرابيوتيك ما فيش حاجه سبيسيفيك تريتمنت ابروفد ولا ستدي برغم ان كل الريبورتس القليله صحيح بس الريبورتس اللي اتنشرت على الحالات الكيس ريبورتس اللي اتنشرت على الحالات دي كلها استخدم كل واحد استخدم فيها كان فيما اتفق يعني ناس استخدموا انتي فايرال وبيقولوا يعني مش عارفين اذا كانت جاب نتيجه ولا لا ناس استخدموا هيدروكسيكلوروكين ومع الازيثروميسين بس برضو مفيش ايفيدنس قوي على ان هما هيبقوا بنفيشال لما نستخدمهم لما نكون عينين. للاسف الشديد احنا مشكلتنا ان احنا كل الداتا بتاعتنا بناخدها من الادلت والاعداد الحالات في النيونيتس قليله. انا عايز اقول بس مع حضرتك حاجه صغيره على الريسبيرتوري سبورت لان فيري امبورتنت بوينت فور الريسبيرتوري سبورت في العينين دول اذا كان في الادلت في سم جايدنس على اليوز اوف فنتيليشن ان دلوقتي الاتجاه كله للايرلي فنتيليشن في الادلت patients with COVID-19 ان احنا نحطهم على نحط لهم respiratory support بدري ان احنا نبعد عن non-invasive support لان هو بيعمل aerosolization وبيسبريد الانفكشن بدرجه اكبر
الكلام ده ممكن في الادلت. وفي عندهم فينتاكل استراتيجيز suggested for adult COVID-19, سواء كانت low strategy, low volume strategy, أو في بعض الحالات ممكن تبقى slightly higher pressure strategy, بس برضو low volume, low pressure and high pressure strategy. إحنا في النيونيتس تلنا وما عندناش أي specific strategy proved أو معروف إنها تبقى beneficial لأي عيانين من دول. في بس حاجة مهمة جداً, إن زي ما حضرتك اتفضلت واتكلمت عن السيرفاكتنت, السيرفاكتنت كان بيفترض انه ممكن يبقى بينيفيشيال, لان احد السيلز اللي امبليكيتد في الفيرال ريسبتور جنريشن وكمان بتضرب بشكل اساسي في الفيروس هي نيموسايت تايب 2, فممكن السيرفاكتنت يبقى ديبليتد. فهل يا ترى لو ادينا السيرفاكتنت هيفرق معاهم ولا لا؟ لحد دلوقتي مفيش ايفيدنس على ان السيرفاكتنت لكل العينين هيبقى بينيفيشيال, بنديه بس للبريماتيوز. دي نقطه حضرتك اتفضلت واتكلمت عنها. في جايدلاين جايدنس طلع من الرويال كوليدج والامريكان اكاديمي, طلعوا جايدنس برضو. للاسف كل الكلام فيهم نون سبيسيفيك, لكن في جمله مهمه جدا او نقطه مهمه جدا, ان احنا ما بنعملش ايرلي فنتليشن للعينين بتوعنا النيوبورنز. لا, استخدم نون انفيزيف, استخدم نون انفيزيف بالطريقه العاديه جدا جدا زي ما بتستخدمه في اي عيانين. في الادلت ما عادوش بيحبوا يستخدموا الهاي فلو في العيانين دول. لا, احنا ممكن نستخدم الهاي فلو نزل كانلا, نستخدم السيباب, بس الهاي فلو نزل كانلا لانها ويكر عن السيباب, فايتس بيتر ان انت تستخدم السيباب والان اي بي بي في بدلهم يعني. وطبعا لو قررت انتيوبيت, لو احتاجت انتيوبيت, بقى في كلام عن الانتيوبيشن يفضل يكون بفيديو لارنجوسكوبي, للاسف مش متوفر في وحداتنا, عشان تقلل المسافه ما بين الانتيوبيتر وما بين البيشنت. يعني تحاول بقدر الامكان او على الاقل تعملها من خلال حاجز زجاجي تعرف تنتيوبيت من خلاله. دي نقطه مهمه قوي. طب بالنسبه للفنتليتور استراتيجي, يعني لما عيني تتحط على فنتليتور هنعمل معهم ايه؟ No specific disease strategy for the COVID-19, بس كل الحاجة المطلوبة مننا ان احنا هنعمل ما يسمى بالphysiologic ventilation. يعني ايه physiologic ventilation؟ يعني targeting the physiology, targeting opening of lung by use of appropriate PEEP, not high PEEP, just slightly higher PEEP عن العادي بتاع النورمال lung, لكن ما بيبقاش عالي قوي زي ال RDS patients او حاجة زي كده. ما فيش اي داتا على ان recruitment مانوفرز اللي احنا بننصح باستخدامها في الار دي اس انها تبقى مفيده للعينين دول, نو داتا على استخدام الريكروتمنت. واب تو ان في الادلت الستيب وايز ريكروتمنت باي بيب از ديسكارج, فاحنا ما بنعملش ريكروتمنت مانوفرز, بس جاست استخدم ابروبريت بيب عشان تعرف تقلل الاكسجين, تحافظ على اللنج اوبن. تارجتنج نورمال تايدال فوليوم 4 تو 6 ملي لتر بير كي جي, هو ده التارجت بتاعنا, ويفضل يكون العين على سينكرونايزد. ده بالنسبه للس. وطبعا حضرتك اتكلمت على disposal of the respiratory circuits and something like this. وبالنسبه للدراجز, ان في بعض الاسئله عندنا على الدراجز, هل هندي تريتمنت ازاي, والعيان لو دخل الحضانه زي ما كانت دكتوره عفاف بتقول مثلا البيبي هنسحب له السواب بتاعته بعد يومين 48 ساعه, طب هندي له تريتمنت خلال 48 ساعه دول على انه كوفيد بوزيتيف؟ اكشلي وي ويل تريت از اني يوجوال بيشنت, ان مفيش حاجه سبيسيفيك ثيرابيوتيك تريتمنت هندي للعيانين دول. فده كان احد البوينتس بتاعتنا. اتفضل يا فندم. تمام, بشكرك جدا دكتور محمد على المداخله الكويسه دي. بالنسبه للباقي ريكومنديشنز بتاع الان اي سي يو او البريكوشنز, ان لازم من اول ما الطفل يدخل عند الوحده لازم اعمل نوتيفيكيشن تو انفكشن كنترول يونت, ان هتساعدني في ريجستريشن اوف ذيس بيبيز, كم واحد طلع عندي بوزيتيف, كم واحد طلع عندي نيجاتيف, والديس انفكشن ازاي هعمل ديس انفكشن للبايو هازاردس فلويدز او اي حاجه طالعه من الطفل دوت. الدراجز اللي هستعملها له هتبقى جايدد باي انفكشن كنترول يونت, والفيزيتنج اللي احنا هنتكلم عليها بعد شويه, هل يا ترى مسموح ان حد يجي يزور الطفل دوت؟ ولو حد مسموح له يزور الطفل ده, ايه البريكوشنز اللي من خلالها يبقى في انفكشن كنترول قوي فور ذيس يونتس. الفيزيتنج بقى, ودي نقطه مهمه جدا, ان الطفل داخل عندي في الحضانه هل مسموح لاهله او مامته او باباه يجي يزوره في الحضانه ولا لا؟ طبعا في ريكومنديشنز قويه جدا في في في, في سوسايتيز كتيره, ان نو فيزيتنج نوت الاود, سواء من المذر او غير المذر, سواء البيرنتس او الاهل او الطفل او اخواته او غيره, ممنوع حد يزور الطفل طول ما هو عندي في الحضانه. انا هستلمه منهم وهسلمه لهم في اخر لما يخف بالسلامه باذن الله تعالى, وهنقول الشارج امتى بعد يعني تو سلايدز. طيب هيقول لي طب الام من حقها تيجي ترضعه او من حقها تيجي تشوفه, سبيشال بقى لو هي كوفيد نيجاتيف, لو هي عملت حلول ثلاث نيجاتيف نعمل ايه؟ هو اول ريكومنديشن ان مفيش فيزيتنج خالص, مفيش فيزيتورز في كل الوحده, ولو هيتابعوا يتابعوا عن طريق الفون او الفيديو او ايا كان الوسيله.
انما الكوفيد 19 بوزيتيف بيرنتس سواء مذر سواء مذر او فادر شولنت تو بي ايبل تو فيزيت ذير بيبي ان ذا نيكيوز. وده الريكومنديشن ده من الامريكان اكاديمي اوف بيدياتريكس ان الناس اللي هم بوزيتيف ده مش هيدخل حضانه, ما يدخلش عند الوحده خالص لغايه ما يتصلح باذن الله تعالى. طيب نو اذر فيزيتورز, سواء الاذرز دول خالته وعمته وخاله واخواته مش عارف ايه, no other visitors should allow to visit infants in the NICUs في all areas except in يعني في حاجات محددة جدا ولازم ساعتها أبلغ بيها infection control unit وياخد احتياطه هو داخل ويعمل زي بالضبط الناس اللي داخل الوحدة اللي guard against droplet and contact precautions infection. Mothers with COVID-19 shouldn't visit infants requiring an ICU until she met the criteria for non-infectivity. زي ما اتفضلت الاستاذ الدكتور عفو قالت لو المذر دي كانت بوزيتيف وبعد كده اصبحت نيجاتيف وما عندهاش وعندها الكريتيريا اوف نون انفكتيفيتي, في بعض الناس يقول لك دخلها تشوف طفلها, دخلها تزوره, دخلها ترضعه, دخلها تشوفه اند سو اون. طيب ايه العلامات بتاع نون انفكتيفيتي؟ نمره واحد ايه؟ شي از افيبرايل فور 72 اورز وذاوت يوز اوف انتيبايوتكس, يعني هي مش سخنه من غير استعمال انتيبايوتكس لمده 3 ايام, بلس at least 7 days have passed since her symptoms first appear, يعني هي المانيفستيشنز بتاعتها قعدلها اسبوع, عدى عليها اسبوع وفي نفس الوقت اصبحت اي فبراير لمده 3 ايام. دي اول كريتيريا. الحاجه الثانيه she has negative results for covid 19 test from at least two consecutive specimen collected 24 hours apart, يعني لازم نكون عملنا لها two samples طلعوا negative in between two samples دول 24 ساعه at least, ممكن 48 ساعه ممكن 72 ساعه بس at least في 24 ساعه فرق ما بين العينه الاولى والعينه الثانيه والاثنين طلعوا نيجاتيف. والله عندي المذر عندها تو نيجاتيف سامبلز, اوكي عندي المذر في فبراير لمده 72 ساعه و7 دايز سيمتومز فري, ذاتس اوكي, مسموح لها تدخل تشوف طفلها او ترضع او غيره. بس مع كل البروفنز اللي تفضلت الدكتور عفاف وقالت عليها اللي تدخل تبقى لابسه ماسك, لابسه جاون, لابسه جلافز, هاند هايجين, بريست هايجين اند سو اون. تمام. طيب لو المذر تيست اللي احنا كنا عاملينه طلع نيجاتيف, يعني انا خدت الطفل بعد ما اتولد هو سيمتوماتيك فعلا ودخل عند الحضانه والمذر كانت سحبه عينه وجات النتيجه بتاعتها ان هي نيجاتيف, هل في داعي ان اعمل للطفل دوت اي تحاليل اخرى خاصه بالكوفيد؟ لا, خلاص الحمد لله تعالى المذر نفسها طلعت نيجاتيف والولد داخل عندي سيمتوماتيك لاي سبب اخر, ار دي اس او نيمونيا او سيبسيس او غيره او هايبوكسيا ايا كان, ساعتها انا مش محتاج اعمل له شيء خالص. ولو هو ستيبل اقدر اخرجه لمامته ويقعدوا بقى مع بعض روم الجي ان ترضعه وتقعد معايا مش عارف ايه, خلاص هي نيجاتيف والكابوس اللي كان موجود راح. طيب اف ذا مذر تيست از بوزيتيف, لو النتيجه جات لي ان المذر فعلا كوفيد 19 بوزيتيف مذر, هنقول بليز دونت ابسيت. ليه؟ لان في احتمال الطفل دوت يبقى فيرتيكال ترانسميتد وفي احتمال لا. فلو هو كونتينيو, لو هو طلعت المذر بوزيتيف احنا هنكونتينيو السبورت كير عادي جدا والمونيتورنج عادي جدا عندي في الحضانه زي اي طفل مع البريكوشنز بتاع الدروبليت والكونتاكت بريكوشنز, وهسحب للطفل نيزوفرنجيال سواب طالما المذر طلعت بوزيتيف هسحب له هو سواب. والله لو طلعت السواب بتاعت الطفل دوت نيجاتيف هعيدها تاني بعد 48 ساعه الى 72 ساعه to be sure that's negative result. فلو طلعوا اثنين negative results in between of them 48 ساعه او 72 ساعه كده خلاص الطفل دوت negative for covid infection. في الحاله دي ممكن اخرجه لو هو stable وكويس, ممكن اخرجه ما فيش اي مشكله خالص. بس في الحاله دي لو المذر نفسها positive خدوا بالكم ان ممكن يحصل له infection من المذر. فبالتالي قدام اختيارين, يا اما خالته او عمته او حده ثانيه واحده ثانيه نيجاتيف فور كوفيد تاخده, يا اما المذر نفسها تاخده بس تاخد بالها وتبقى عارفه ونبقى قايلين لها ان هي معديه للطفل, معديه عن طريق الكحه, معديه عن طريق العطس, معديه عن طريق الكونتاكت ايا كان, وتاخد كل البريكوشنز الاحتياطات الواجبه في البيت. طيب لو طلع الطفل دوت بوزيتيف والمذر بوزيتيف تعيد تحليل تاني بعد 48 ساعة إلى 72 ساعة, طلع بوزيتيف يعيده تاني بعد 72 ساعة, طلع بوزيتيف اند سو اون. هفضل أعمل التحليل للطفل دوت طالما عندي في الوحدة, طالما هو بيطلع بوزيتيف في كل مرة والمرة نفسها كانت بوزيتيف, إلى أن أصل إلى إن يبقى عندي تو سامبلز نيجاتيف إن بتوين أوف ذيم 72 ساعة أو 48 ساعة. تمام؟
لما اوصل ان عندي حالتين تو نيجاتيف سامبلز للطفل دوت والمذر نفس والطفل دوت ستيبل وريدي فور ديسشارج خلاص اخرجه مفيش اي مشكله خالص. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه حاليا، الطفل اللي هو عنده تو نيجاتيف سامبلز تمام وستيبل بس المذر نفسها بوزيتيف، يروح ولا لا ما يروحش؟ زي ما اتفقنا يروح مفيش مشكله. بس ناخد بالنا ان اللي هترعيه ست ما عندهاش كوفيد 19 او المرضى نفسها مع كل البريكوشنز اللي ممكن يتعدي من مامته. هيقعد يتابع قد ايه بقى في لما يروح بالسلامه باذن الله تعالى؟ هيتابع لمده 14 يوم اوبزرفيشن. لو هو طلع بوزيتيف وكان بوزيتيف واصبح نيجاتيف هيتابع 14 يوم. اتس ريكومندد انه يعمل له فولو اب لمده 28 يوم، يعني هو بس الاوبزرفيشن 14 انما الفولو اب هيستمر لغايه 28 يوم لغايه ما يكمل النيونيت البيري بتاعته. الامريكان اكاديمي اوف بيدياتريكس ادفايز تو بوستبون ذا روتين فولو اب هوسبيتال فيزيتس فور نيو بورنز اكسبت فور فاكسينيشن. يعني الطفل دوت مش مطالب ان يجي له المستشفى، مش مطالب يخرج من البيت، مطالب بس جاست فولو اب عن طريق الفيديو، عن طريق الفون، عن طريق الواتساب، عن طريق المسج، ايا كانت الوسيله، واطمن عليه واعرف بيرضع كويس. هو مش لازم يجي عشان يتوزن، مش لازم يجي عشان اشوف حته راسه، الحاجات العاديه دي كلها مش مطلوبه الا لو هياخد فاكسينيشن. دي الصوره اللي هي كانت تطرقت ليها الاستاذ الدكتور عفاف اللي بتشرح في مجمل موضوع النهارده كله، ان هل الطفل ده اللي هو النيونيت اوف كوفيد ماذر بوزيتيف هيتعدي ولا لا، فيرتيكال ترانسميشن ولا لا. احنا قلنا في بوسيبيليتي، انما ازاي لسه الابحاث ما وصلتش ليها، بس هو في بوسيبيليتي 10% ان الاطفال دول يبقوا فيرتيكالي ترانسميتد تو ذيس نيونيتس. الحاجه الثانيه ان هتعامل معاه من اول ما يتولد جوه الاوضه بتاع الولاده، سواء في الولاده او في النيرسري او في الان اي سي يو، هتعامل معاه بطريقتين: دروبليت اند كونتاكت بريكوشنز، جاونز، جلافز، اي بروتكشن اند سو اون. امتى نستعمل ان 95؟ في حاله واحده بس، لو انا هستعمل مع ريسبيراتوري سكريشنز، ان انا هعمل انتيويشن، هعمل اكستيويشن، هوصله على السباب، هوصله على فنتليتور هاي فريكونسي او غيره، ساعتها بس لازم اعمل فول بي بي اي والبس 95 ماسك. ده الميني ريفيو اللي تفضلت بها الاستاذ الدكتور عفاف واتنشرت، بس ساعه ما كان وصل لها الريفيو ما كانش لسه اخذ الدي او اي، هو حاليا اخذ دي او اي واخذ كروس مارك واتنشر على مجله اسمها انالز اوف نيونتولوجي جورنال في مختصر كل الويبينار بتاعنا النهارده. Thank you. Thank you دكتور عبد العظيم. شكرا لحضرتك جدا على الريفيو الجميل دون. معنا مجموعه اسئله، في حاجات منها ريليتد لجزء حضرتك وفي حاجات منها ريليتد لبعض الاجزاء من الاساتذه اللي قبل كده. طيب دلوقتي احد الاسئله بيقول لنا لو عندنا البيبي اللي بيخشوا في اجريسيف كورس اوف كوفيد 19، يعني احنا في ريبورتد كيسز اوف اجريسيف كورس، يمكن الكلام ده حصل اكتر في الادلتس، ان يبقى العيان الصبح كان الى حد ما عنده مايلد تو مودريت ديستريس وبعدين على بالليل يبقى فنتليتد ويبقى اباوت تو داي، يعني او يبقى المورتاليتي بتاعتهم وحشه. هل الكلام ده وارد في النيو بونز؟ احنا لو حصل عندي السادد انتيجريشن ده نعمل ايه؟ هل ده يجارنتي ان احنا كل العيانين اللي سسبكتد يبقى admitted to ICU under observation عشان ما يحصلش الكلام ده؟ دي نقطة مهمة قوي. ايه رأي حضرتك في الكلام ده؟ والله هي كل الريكومنديشن اللي جت النهارده دكتور محمد زي ما اتفقنا ان كل ده وارد يتغير، يعني كل ده وارد يتغير بعد شهر، بعد شهرين، بعد ثلاثة، بعد سنة، ممكن تلاقي الكلام ده كل ده يعني في تغييرات او updated aggressively يعني. انما up till now up to date ما يدخلش عندي الـ NICU الا الطفل اللي هو مانيفيستد سيمتوماتيك، ايفن حتى لو هو بوزيتيف، ايفن حتى لو هو المذر شور بوزيتيف، لا ما يدخلش الحضانه ولا انا محتاجه عندي في الحضانه، فبالتالي مش هيدخل عندي الحضانه الا لو هو سيمتوماتيك. طيب لو الطفل هو حصل له اجريفيشن او اجريسيف مانيفيستيشنز ديو تو كوفيد، برضه اب تو ناو الطفل العادي اللي هو نيومونيا او سيبسيس او غيره، اذا كان محتاج ريسبيراتوري سبورت او غيره، لان ما فيش حاجه سبيسيفيكس يس. وكمان حاجه ثانيه في الموضوع ده، ان هي اعتقد ان في كونسيرن الموضوع ده اثير في احد الديبيتس، وكان في كونسيرن ان احنا مش عايزين اوفر ويلم الريسورسز، ان كل العيانين الاسيمتوماتيك يدخلوا حضانات، فنكتشف ان احنا ما عندناش اماكن للاطفال اللي عندهم اذر موربيديتيز او الاطفال اللي فعلا سمارت كده ان ريسبيرتوري سبورت.
دكتور عفاف، دكتور احمد معانا؟ كان في سؤال لكل الاساتذه، يعني هل عندنا personal experience of COVID-19 units in NICUs، ويا ترى الاوت كام بتاعهم ايه؟ احنا عايزين يعني احد الاساتذه عايز ياخد البراكتيكال اكسبيرينس اوف. سامعني؟ سامعني لان انا الفيديو عندي مقفول. سامعني؟ سامعين. بالنسبه للحقيقه انا ابتديت طبعا احنا المستشفيات بتاعتنا مش عازي، فاحنا مش بنشوف حالات كتير، لكن احنا تواصلنا مع الناس اللي في العزل. الناس اللي في العزل اللي حضرت ولادات قالت اغلبيه الولادات كانت بتبقى نورمال وعادي خالص، ما فيش اي مشكله فيها، وكانت بتبقى يعني الام كانت بتيجي تتابع بس ما فيش مشكله. هو فعلا الديزاستر اللي حصل يمكن في حالتين، والحالتين كانت الام سيفيرلي ال وكانت تقريبا على انتوبيشن، والطفل اتولد بريماتشور، وكان بريماتشور تقريبا 28 اسبوع، وكان مولود بدي اي سي على طول، يعني الطفل ده اتولد ببليدنج اول اوفر، ببليدنج على طول، والدي دايمر كان بتاعه عالي، يعني الدي اي سي بالظبط. طيب هل ده نتيجه الكوفيد نفسه ولا نتيجه اي انترا يوتراين انفكشن؟ يعني ما هو اي طفل هيتعرض ل الام هتبقى سيبسيس، هتبقى عندها فيرال لود عالي، مش لازم كوفيد، هيتولد بريماتور، هيتولد بالدي اي سي، هيتولد كده. يعني احنا مش برضو مش سبيسيفيك ان ده كوفيد، لكن هي دي الحالتين اللي حصلوا في العزل. الامهات بتبقى سيفيرلي ال، الامهات بتولد يا بريماتور، يا اما ان دكاتره النساء بيبقى إلكتف سيزيريان، إلكتف بيولدوهم إلكتف طبعا، إن الأم خلاص يعني بتبقى سيفيرلي إل، وإن الطفل ده بيبقى بكل الكمبليكيشنز بتاعة البريماتشور، وخصوصا الدي آي سي، وكان هو ده المانيفستيشن الجامدة، وطبعا الاثنين اتوفوا. هو ده الأوتكم اللي احنا اللي جالي من العزل، يعني اللي جالي ريبورتد من العزل. تمام. انا برضو مع حضرتك، احنا في المستشفى بتاعتنا مش مستشفى عزل، احنا انا في مستشفى بنا التخصصي مستشفى ريفيرال، ما جاتلناش حالات زي كده، واعتقد ان اغلب المستشفيات اللي هي مش عزل مش هتشوف الكلام ده، مش هنشوف الكلام ده. احد الاسئله على بعد اذن حضرتك محمد، انا متوقع باذن الله، يعني متوقع ان طالما حصل كوفيد بانديميك سون اور ليتر لازم كلنا هنشوف اطفال مولودين، لازم سكرين يا دكتور. انا بتهيالي يا دكتور عبد العظيم لازم سكرين، عشان كده بيقول له لازم، انت هتعرفه منين؟ ممكن الام تبقى كارير، فلو ابتدى يتعمل بريجننت سكرين زي ما قال السي دي سي، هيبقى لي الحكايه هتبقى بتهيالي هنشوفها اكتر، واخد بالك؟ اللي عايز اقوله دكتور عفاف ان لو انا ما شفتش النهارده حاله هشوفها الاسبوع الجاي، هشوفها الاسبوع اللي بعده، هشوفها بعد شهر، يعني احنا اوريدي لازم كلنا نبقى متاهبين ان احنا هنشوف اطفال بهذا الشكل. صحيح. وبالنسبه للسكرين، يعني this is a politically hot area يا دكتور عفاف. النقطه الثانيه الدكتور عبد العظيم، بالنسبه للفيدنج والنيوتريشن، في سؤال يعني لو هندي فورمولا ميلك او لو هنستخدم تي بي ان، هل في سبيشال فورمولا؟ هل في سبيشال ريكومنديشن؟ في حاجه معينه خاصه بيهم ولا زيهم زي اطفال كل لغايه دلوقتي؟ مفيش سبيشال ريكومنديشن اكسبت بس فور فلويدز انتيك تيك كير اوف فوليوم اوفرلود عشان نحافظ على وعشان بس فقط لا غير. يعني انا كل الاسئله اللي عندي تقريبا خلصت. هو بس في سؤال انا يعني انا مش قادر اجيت البوينت بتاعته، في اسئله بدات تطلع، بس يعني في سؤال كده هقراه لحضراتكم وحضراتكم معايا. late onset sepsis can occur with neonates if newly born asymptomatic, no special track for transmission, can it spread infection at its home or persons around. يعني انا الصياغه مش فاهم قوي بالظبط هو ايه النقطه، بس اي ثينك يعني هو يقصد، او صاحب السؤال الزبيد صاحب السؤال يقصد ان لو البيبي انفكتد بس كان اسيمتوماتيك وجاله الكلام ده وهو في البيت ليت اونست، يعني هل ممكن هو يبقى معدي لغيره؟ اي ثينك وي هاف نو داتا بات لوجيكالي ات كان بي، اوف كورس ات كان بي يا دكتور محمد. طبعا كان بي لو كان حتى ليت اونست وهو كوفيد بوزيتيف طبعا هيبقى يعني للزميل صاحب السؤال، يعني لو هو لسه معانا لو عايز يوضح نقطة معينة يكتب لنا. السؤال الثاني، سؤال معانا، should we do routine investigations to all NICU babies to exclude COVID positive babies؟ يا حبيبي احنا we should investigate all pregnant women, all neonates, even all health workers.
بط فين مين هيعمل كده يعني؟ مين هيعمل كده؟ يعني انت فاينانشال يعني احنا بنتكلم ان احنا لو بنتكلم في 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 في, في ايديال سيتويشن وده مش موجود في اي حته في العالم ممكن نقول كده في بانديميك عايزين نسكرين كل العيانين. بس برضو النقطه دي كانت مطروحه للديسكشن في احد البيبرز ان احنا محتاجين راشنالايز اليوز اوف ريسورسز. فاحنا محتاجين نسكرين العيانين اللي الام بتاعهم موستلي كوفيد 19 يعني suspected حتى مش لازم يكونوا proved يعني just لو suspected we have to screen the baby. لكن other than this مش اي عيان جاي للحضانة لاي سبب ايا كان اعتبر ان هو لازم اعمل له screen. yes. يعني مستنيين لو في حد من الزملاء الحضور يدينا اسئلة. احنا جبنا الاسئلة اللي كانت موجودة على الفيسبوك. احنا في stream live على الفيسبوك. الزملاء من الكنترول من سي سي جي جابوا لنا الاسئله من على الفيسبوك وبيحطوها لنا. في حاجه يا محمد برضو افتكرتها دكتور محمد السيركمسيجن يعني الاطفال اللي بتتولد يعني يمكن دي يكون السيركمسيجن في طفل كوفيد بوزيتيف لا طبعا تتاجل يعني ما حتى ايفن لو ما كان اسيمتوماتيك تتاجل لحد ما يبقى نجم. يس لان ده حاجه يعني لحد ما هيش ايمرجنسي ما هياش بالظبط. سؤال على الـ sensitivity of rapid serologic test for neonatal diagnostic test. I think there is no data عن rapid serologic test في neonates. هو الجولد ستاندرد هو البي سي ار. البي سي ار هو البي سي ار في كل الأعمار. في neonates ما فيش أي داتا على الكلام ده. هو هنعمل البي سي ار هو ده الحاجة الأساسية. طيب لو الأم suspected when to take swab should we wait for the result of the mother؟ يعني لو الأم كانت suspected النقطة اللي كان دكتور عبد العظيم بيتكلم عنها لو الأم suspected وسحبه سواب هي يعني هل نستنى النتيجه بتاعتها قبل ما نسحب للطفل ولا لا؟ عشان ممكن تطلع نيجاتيف فبالتالي احنا مش محتاجين نعمل للطفل ده شيء تاني. طب لو نتيجه الام اتاخرت اكتر من 3 ايام هو ده ما بيحصلش غالبا يعني بس لو اتاخرت نسحب له بقى بعد 36 ساعه الى 72 ساعه. ثانك يو فيري ماتش. يبقى هو الفكره كلها احنا بنويت التايم العادي اللي هو بتاع 24 48 ساعه ممكن نديلي على اخر 36 48 ساعه لو الام نيجاتيف ما نسحبش لكن لو الام بوزيتيف وي هاف تو ان احنا نسحب. فدي نقطه مهمه. طيب لو الام ده احد الاسئله لو الام بوزيتيف لو الام نيجاتيف اسف لكن البيبي سيمتوماتيك هل في روتين انفستيجيشن نعملها او هل لازم نسحب للبيبي لو الام نيجاتيف بس البيبي سيمتوماتيك يبقى هيبقى حاجه تانية غير الكوفيد. يس لان احنا يعني هنسحب بقى عادي ان احنا تو اكسكلود اذر causes of مثلا respiratory of sepsis of respiratory اللي هو السي بي سي العادي وال سي ار بي والكلام ده انما مش هيبقى كوفيد. yes. احد الاساتذه احد الزملاء الدكاتره اللي بيسال بيقول ان الفاكسينيشن از نوت ايمرجنسي اي ثينك وي شود هولد ذا فاكسين. يمكن هو دكتور عبد العظيم كان بيتكلم عن الفولو اب فيزيتس هو ما كانش بيتكلم على الفاكسين في واحنا في المستشفى او هو ستيل بوزيتيف ده العيان ده بعد ما خرج من المستشفى احنا بنتكلم على الفولو اب فيزيتس يا ترى يجي ولا يعني يجي ولا ما يجيش دكتور عبد العظيم هو الفولو اب ريكومنديشن هو السي دي سي ريكومندد ذات اول نيوريتس شود بي فاكسينيتد الحاجات العاديه ريكومندد اللي هو الزيرو دي هيباتيتس بي فاكسين اذا كان مثلا الفاكسينيشن العاديه الروتا فايروس فاكسين النيوموكوكال فاكسين اند سو اون ده كل ده وجدوا ان هو السي دي سي ملوش تاثير على الطفل اللي في النيكيو سواء كوفيد بوزيتيف او مش بوزيتيف يعني ايفن حتى لو الطفل عندي محجوز ومتوسع على السباب او الفنتليتور او غيره مفيش مانع خالص انه ياخد الفاكسينيشن بتاعته ايفن ان ان ذا ان اي سي يو. معايا دكتور محمد؟ يعني هو كده كده هيجي ياخد تطعيماته عادي جدا فما بالك بقى اللي جوه الان اي سي يو لا ياخد ده ريكومنديشن بتاع السي دي سي مش بتاعتي. هي الفكره بس النقطه مهمه قوي ان يعني الفاكسين نوت ايمرجنسي هو ممكن ما يبقاش ايمرجنسي بس اتس ا سيريس هيلث كونسرن لكل الاطفال لازم بفاكسينيتد لان احنا مش عايزين العيان يعدي من الكوفيد 19 هو غالبا بيكون مايل في نيوبورت ويحصل له مشكله بسبب حاجه ثانيه. سؤال ثاني عن البوسيبيليتي اوف جي اي تي مانيفيستيشنز فور نينيتال اكتيف كوفيد 19 انفيكشنز لان طبعا في ريبورتس عن ان ممكن تبقى الجي اي تي مانيفيستيشنز هي السيمتوم البريزنتنج سيمتوم فور ذيس بيبيز از كال بروتكتين از نيسيسري ان سوتش كيسز دكتور عفاف بعد اذن حضرتك نعم اذا ايه كال بروتكتين محتاجين نعمل بروتكتين في العيانين دول ما فيش دراسه اتعملت عليه خالص
يس اضيف على حضرتك نقطه غير بس غير قصه الدراسه. هو الكل بروتكتين اكشوالي هو البينفيت بتاعته حتى في الجي اي تي ديزيزز عموما في النيونيت ما هوش ذات جود ولا ذات سبيسيفيك. حتى في النك ما هوش سبيسيفيك ولا سنسيتيف للقصه دي، فهو ما بنعتمدش عليه بدرجه كبيره بشكل مهم. يعني انا قصدي اقول ان هو مش دايجنوزيس للكوفيد خالص، يعني مش حاجه سيجنيفيكانت للكوفيد نفسها. طيب هل اللاكتوفيرين كونتيننج بريباريشن ليها اي رول في البروفلاكسس؟ الايه؟ لاكتوفيرين اللاكتوفيرين كونتيننج بريباريشنز يعني هو زي اللاكتوفيرين ده حاجه طبعا يعني اميونو بروتكتيف، يعني هو ده من الحاجات الاميونو بروتكتيف. حلو، فهو ده موجود في الميلك، هو ده موجود في البريست ميلك، فاللاكتوف يعني ده موجود في البريست ميلك، وعشان كده الفيدنج او اولويات الفيدنج في الطفل هو البريست ميلك، سواء قلنا دايركت او لا، او منه اللاكتوفيرين اللي هو موجود. انما هما لو يقصدوا اللي هو ريكومبيننت لاكتوفيرين، واي نوت يعني، انما هو ما هوش يعني حاجه سبيسيفيك، لكن هو اميونو بروتكتيف حلو جدا للاطفال للبريماتيور والفول تيرم. دكتور عبد العظيم، ايه راي حضرتك في النقطه دي؟ هو اللاكتوفيرين ده اميون بروتكتيف جنرالايزد، يعني مش سبيسيفيك فور كوفيد. يس نوت سبيسيفيك، يعني اصلا اي كان ارجيو ان اللاكتوفيرين كونتيننج بريباريشن زي البوفاين كلوستروم او الحاجات دي، الرول بتاعها كان اسيومد انها ممكن تبقى بروتكتيف من النينيتال سيبسز والجي اي تي بروبلم زي الان اي سي. لكن حتى الكلام ده في الراندمايز كنترول ترايلز النيوناتولوجي العاديه لانها ملوش رول، ملوش بنفيت، يعني نو ديفرنس ان اوت كام. فهل هل 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 حضرتك تحب او ترجح ان انت ممكن تستخدمه في حاجه في حيان زي سسبكتد؟ لا 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 نوت ريكومندد ات ليست اب تو نيم. طيب كان في كلام على اليوز اوف ايس انهيبيتور دراجز في الادلتس انها ممكن تعمل مشاكل، تزود المشاكل في الكبار، لانها الايس انهيبيتور دراجز بتعمل اب ريجوليشن للايس ريسبتورز. فهل في الكلام ده يعني هل في اي حاجه حضرتك من خلال دكتور عفاف من خلال قرايتك للليتشر؟ انا عارف ان حضرتك يعني عملت ريفيجن عنيف جدا لاغلب كل الليتشر. هل في اي حاجه عن القصه دي في النيت؟ خالص لا ما حدش ذكرها خالص دكتور محمد، خالص ما حصلش كلام الا بس على الكورتيكوسترويد قلنا في البريماتشور وكده، وله تاثير على الاي سي اي ريسبتور، لكن ما اتقالش بعد كده اي دراكس انها تعمل انتاجونيست او حاجه او نستخدمها في النيوترون. دكتور احمد حضرتك معانا؟ ايوه معاك يا دكتور محمد. حضرتك بس ما كنتش موجود على الفيديو، احنا دخلنا حضرتك قمت. هم كانوا قافلين عليا لا محدش يقدر يا باشا. طيب دكتور احمد، في حد بيسالنا عن البي سي جي، يعني برضه تكمله لموضوع الفاكسين، البي سي جي فاكسين يتاخد ولا ما يتاخدش في عيان كوفيد بوزيتيف او سسبكتد كوفيد بوزيتيف نيو بورن؟ ده هم قالوا ان البي سي جي فاكسين كان ليه بي بنفيت، هو ده اللي قالوا ان هو قلل السيمبتومز وعدد المصابين اللي عندنا في مصر عشان احنا عندنا روتين البي سي جي. طبعا هو ما فيش مانع للتطعيمات زي ما اتفقنا، فما فيش مانع ان تاخد البي سي جي، بس احنا عندنا البي سي جي ممكن ناجله شويه لغايه سن شهرين، مش شرط انه يتاخد ادفيرس زي ما احنا بنيجي، ان برضه حتى البنفيت بتاعته مش بيدي بنفيت الا بعد شهرين ثلاثه، فاحنا ممكن نديه بس نستنى في ميعاد التطعيمات العاديه اللي هو عند شهرين. تمام. في احد الزملاء بيرفلكت على نقطه اللاكتوفيرين اللي احنا كنا بنتكلم عليها، they found that lactoferrin down regulates interleukin 6 which trigger cytokine storm. I think ان الكلام ده يعني كلام general لكن not specific for the COVID-19. صحيح ان cytokine storm هي المشكله الرئيسيه في او المشكله المورتاليتي اللي اتشافت في الادلت بسبب ال COVID-19. احنا عندنا still we don't know about this. ف I think ان احنا برضو this doesn't guarantee the routine use of lactoferrin as a prophylaxis for COVID-19. طبعا. طيب دكتور احمد، كان في نقطه مهمه جدا على possibility of child to child transmission. هل ممكن يحصل transmission child to child؟ احنا يعني انا يعني هو صيغه السؤال مكتوب child to child بس يعني
هنتكلم على مش نيونيت، مش نيونيت، تشايلد تو تشايلد. يعني حضرتك جاوبنا على الاثنين، عشان كده قلت لحضرتك. هو في التشايلد تشايلد ده، ما هو تشايلد ده ينزل ادلت. يس. كان ترانسميت الانفكشن. يس. من ده لده، عشان كده يمكن احنا بنقول ان الاطفال اللي هم عندهم حتى عدوى عاديه من الريسبيراتوري تراكت انفكشن اللي هي الطبيعيه مش كوفيد، المفروض ستي ات هوم. ستي ات هوم، ما نقعدش ننتقل وننقل العدوى من ده لده. مش شرط ان الكوفيد ينتقل، كوفيد لازم ينتقل، ما هو زيه زي اي فيروس. ممكن طفل جاله فيروس اي حاجه، ريسبيراتوري سينسيتا فيروس، انفلونزا فيروس، بينقل الطفل ده لطفل تاني، فبرضه في مقابل الكوفيد ممكن يتنقل في الاطفال. اما بقى في نيونيت فوجدوا الحاله اللي هي 3 ويكس دي اللي حصلت از اليت مانيفيستيشن اوف سيبسيس، نقلت للكير جيفر بتاعها الكوفيد فيروس انفكشن. Yes, yes, this is very important. كمان دكتور عبد العظيم حضرتك يعني تتفق معايا ان احنا لو احنا بنتكلم في النيكيو سيتنج، دكتور احمد كان بيتكلمنا على البيدياتريك ان نيونيتال اوت اوف نيكيو سيتنجز، لكن احنا بنتكلم في النيكيو سيتنجز احنا عندنا حاجات كتيره جدا من الكير العادي حتى في النيوبورنز، مش لازم حتى الكير اللي لازم عين على فنتيكل، جاست سمبل كير ممكن يبقى انفكتيف زي ما حضرتك اتكلمت على الستول مثلا ديسبوزيشن. السكشنينج في حد ذاته ده ممكن الاوروفارينجيال سكشن، مش حتى انتيبيتد بيبي، الاوروفارينجيال سكشن ده بيطلع سبلاشز وسبريز ممكن تديسمينيت الانفكشن في المنطقه اللي حواليها بدرجه برضو سيجنيفيكانت. بالظبط كده. يعني انا زي ما اتفقت مع حضرتك كده في اول المحاضره ان احنا بنبقى خايفين على الطفل ده من كوفيد 19 بالنسبه للطفل، وخايفين ننقل العدوى للاذرز، سواء الاذرز دول يونيتس عندنا في الوحده او للهيلث وركرز اللي بيتخدموا على الطفل ده. فالكروس انفكشن وارد يحصل، وعشان كده اول ريكومنديشن ان يبقى في اوضه لوحده، مش هنقدر يبقى في اوضه لوحده، فيبقى مع اطفال ثانيه برضه كوفيد او سسبكتد انهم يبقوا كوفيد، وبين كل طفل والتاني 2 مترز او 6 فيت. عندنا سؤال كمان جاي لنا، لو المذر كانت كارير وديليفرد بيبي وذ ريسبيراتوري سيمبتومز كان وي كونسيدر ذا بيبي از كوفيد؟ اي ثينك ان احنا جاوبنا على السؤال ده، ان لو يعني اني انفنت ممكن اقول يا دكتور محمد اني انفنت كارير دي، يعني احنا اني انفنت اوف سسبكتد اور كونفيرمد كوفيد اني انفنت وهو اتولد ان ويل هي از under investigation, person under investigation yes. or suspected البوينت يعني الام الكاريير دي احنا بنعتبر ام suspected، هي لسه ما هيش proved suspected. طبعا هنتكلم معاه بنفس المنطق، هتعرف انها كاريير منين انت. ما هي كلمه كاريير هتعرفها منين؟ هتعرفها من اذا كانت suspected، قلنا بالكيس ديفينيشن اللي احنا قلناها ومن ضمنها البي سي ار، صح؟ بس فيعني عشان تعرف سؤال حضرتك جاوبت عليه يا دكتور عفاف في موضوع البريست فيدنج، ودكتور عبد العظيم برضه اتكلم على الفيدنج، ان لو الام بوزيتيف وبتاخد كلوروكين ايه علاقتها بالفيدنج؟ ما فيش اي مشكله، بترضع عادي خالص. الملك ما كميه قليله جدا من الكلوروكين ده اللي بينزل في الملك، فما فيش في اي مشكله. هو بس للتوضيح دكتور عفاف، هو كان في بس يعني مقول ان هو الهيدروكسكلوروكين ممكن يعمل ريتنت اتاتشمنت في نيونيتس او غيره، بس الى الان لم يثبت هذا. وثبت هو بيتاخد في الملك يا دكتور عبد العظيم ولا انه بيتاخد دايركت للطفل؟ لا لا لا، لو الام نفسها بترضع احنا بنخاف يعني ينزل في الملك ويعمل مشكله للطفل، بس اكشوالي ما بيحصلش. يعني اكشوالي كل الدراسات اللي اتعملت في الامهات اللي بياخدوا هيدروكسكلوروكين او انتي فايرال ثبت البريست ميلك بتاعهم ملوش تاثير قوي على الطفل ضار، يعني باد افكت. فانا بس يعني بالنسبه لتوضيح نقطه ليه عليها اختلاف، يعني ليه الناس بيسالوا فيها، عشان الهيدروكسيكلوروكين مكتوب في البامفلت بتاعته من جوه اتس كونترا انديكيتد اثناء البريجننسي او اثناء اللاكتيشن. بس على ما اظن ان هو في جايد لاين اتعمل بحث انه ما كانش فيه اي مشكله فيه، ولو انه اذا كان في اي كونسيرن يا دكتور عبد العظيم ممكن نعمل متابعه مونيتورنج يعني للطفل اللي بيرضع بان احنا نشوف الريتنا، ما فيش مشكله. يعني لو كان كده احنا ممكن بقى نتعامل بطريقه مختلفه. هو ده بقى ريكومنديشن، هو لو الطفل دوت المذر بتاعته بتاخد هيدروكسكلوروكين ما فيش مانع يرضع، بس هنتابع بعد كده في الفانس اكزامينشن فور ريتنا. بالظبط. دكتور عبد العظيم بمناسبه الدراجز يعني اللي بتتاخد،
هل في يوز للميثايل بريدنيزولون في الانفلاماتوري فيز في نيوبولز اللي هم بوزيتيف؟ في نيونيتس لا. في نيونيتس لا. يس ثانك يو فيري ماتش. هي طبعا ما فيش داتا عليها في نيونيتس خالص، وهي يعني حتى الداتا اللي عليها في الادلتس يعني ستيل ليميتد يعني في ستيل ليميتد. انا بحاول اشوف بقيه الاسئله. انا عايزه ارجع لنقطه اللاكتوفيرين، عايزه ارجع دكتور محمد اتفضلي يا فندم، عايزه ارجع لنقطه اللاكتوفيرين. هو ده اذا كان الاهميه بتاعه البريست ميلك، هو ده من ضمن الفوائد بتاعه البريست ميلك، وعشان كده السي دي سي والدبليو اتش او والاي اي بي ما حدش قال غير البريست ميلك هو او البريست فيدنج هو الفيرست شويس. الفيرست شويس للفوائد كتير منها اللاكتوفيرين. يعني احنا بنتكلم يا فندم، احنا بنتكلم على اللاكتوفيرين البريباريت اللي هو ريكومبيننت او بنتكلم على البريسنال. البريسنال مش هيختلف عليه. في سؤال عن الرول في ريكتال سواب ان كوفيد دايجنوزس، طبعا حضرتك اتكلمتوا عنها ان ريكتال سواب ممكن تعمل وانس عند 24 48 ساعه بالقصه دي. للاسف ان في ناس بتكتب الاسئله على الفيسبوك. طب لو البيبي بوزيتيف نوت سيمتوماتيك ونو ادميشن، لو ما كانش مع الام، داز ذا بيبي نيد ا سيبريت نيرس؟ اي ثينك ذيس از ا فيري امبورتنت كويستشن ان ذا براكتيكال كويستشن بنقابله كتير جدا. لما احنا قلنا هيتحط في ايزوليت ولا مش ايزوليت، في اوضه ولا مش اوضه، طب النيرس اللي هتبقى كيرينج فور ذيس بيبيز يبقى سبيسيفيك نيرس ما تشتغلش مع عيانين تانيين، ولا السيت اب يبقى عامل ازاي؟ اي ثينك يعني احنا طبعا ما اي ثينك طبعا انه لازم تكون في نيرسز مخصوصه للاطفال بتاع الكوفيد، لازم هتكون كده. وبتهيألي انها هيبقى 1 تو 1 يعني تبقى نيرس لكل طفل. الحقيقه ما اتقالش الوضع قد ايه، لكن هيبقى صعب، لكن ممكن تبقى نيرس اتفضل يا دكتور. كان عليا اسيمتوماتيك، يعني مش محتاج حاجه، ده بتكلم اسيمتوماتيك. بس هو كوفيد بوزيتيف، بس كوفيد بوزيتيف مش كده؟ يس. طيب ده كوفيد بوزيتيف يعني معناه انه ينقل العدوى. قصدي 1 تو 1 فور اسيمتوماتيك بيبيز، ده هيبقى يعني يعني او على الاقل تبقى في نيرس للاطفال اللي هم اولاد الكوفيد في الاوضه دي، واخد بال حضرتك؟ يعني بالظبط كده. واحنا قلنا ان هو ادام ويل، هو ممكن يخرج يعمل الجارانتي بتاعه بره، يكمل بره الجارانتي ال 14 يوم ويتعمل له سواب والفولو اب بعد كده كمان، يعني يبتدي يتعمل كذا مره السواب لحد ما يبقى نيجاتيف، وان الكير جيفر ياخد باله بقى من الستول وياخد باله من الدروبليت والكلام. سؤال على الارتفيشال فيدنج، لو استخدمنا ارتفيشال فيدنج هل الفورمولاز اللي فيها هيومن ميلك اوليغوساكرايد احسن ولا از ات بيتر تو بي يوزد؟ طبعا كل ما كان الاوليغوساكرايد، كل ما كان فيه بروبايوتيك وبريبايوتيك كان افضل طبعا عن الستاندرد فورمولا. تمام. وسؤال ثاني على الاستلمافير في السيمتوماتيك بوزيتيف ماذرز، برضو يعني اي ثينك ان هو للمذرز، هل هيبقى افكتنج البريست ميلك ولا لا؟ لا، ما احنا قلنا الانتي فايرال ملوش اي ما فيش اي مشكله، يعني قلناها دي في الكلام. اتقال دي في المحاضره. اوكي. I'm scanning the Facebook for the for any questions. And بس يعني هو الستريم ده موجود هنا على الزوم، واحنا موجودين على الزوم، وفي كمان ستريم على الفيسبوك لايف، فده اللي مخلي الاسئله متقسمه بين مكانين، احنا بنحاول نجمعهم عشان انقلها لحضراتكم. فانا بشوف على الفيسبوك هم الجماعه في الكنترول في سي سي جي بيجيبوا لنا الاسئله اللي بتتكتب اول باول. تمام جدا. I think no other questions here. لو حد من الزملاء الحضور اللي لسه موجودين معانا، لان طبعا الناس بدات تروح تتسحر، يعني احنا طولنا شويه. هو في سؤال بيقول I want a relation between COVID and ACE inhibitor drugs. يعني ما دي احنا جبناها صوره، مش جبناها صوره؟
اعتقد ان احنا جاوبنا على السؤال ده. لو الزميل ليه نقطه سبيسيفيك عايز يحددها يا ريت يسالها بشكل اوضح عشان بس نبقى فاهمين، ان هو احنا ما فيش داتا على ان استخدامهم ممنوع في النيونيتس، ما فيش داتا خالص على القصه دي يعني، هو حتى الداتا بتاعتهم في الادلت بقت ويكر يعني، ما بقوش ممنوعين نهائيا، بس على الاقل في النيونيتس it is not prevented، وهم اساسا استخدامهم في العينين دول هيكون قليل يعني، غالبا هيكون قليل. احنا بقى عندنا عيان هايبرتنسيف ومحتاج اس ان هيبيتورز، وعندنا اذر الترنتيفز لو انت قلقان منها. اوكي اي ثينك ان احنا يمكن ده سؤال يعني سؤال احنا لسه لحد دلوقتي ما اعتقدش ان حد عنده اجابه عنه، بس نتمنى نعرف الاجابه عنه. Why neonates or children in general are less affected and less severity to COVID-19 infection as يعني بقى عن الادلت يعني. دكتور احمد حضرتك عندك انسايت على حاجه زي كده؟ دكتور محمد، هي دي بتعتمد على الانيت اميونيتي، الطفل المناعه المكتسبه له وهو مولود. دي قالوا ان الانيت اميونيتي في الاطفال وخصوصا في الاطفال اللي اقل من 9 سنين بتستمر معاه، ودي بروتكتيف ضد الفيرال انفكشن اللي هو الكوفيد فيرال انفكشن. عشان كده لما شفنا الدراسات لقينا نسبه الاصابات في الاطفال اللي اقل من 9 سنين ما فيش، وعشان كده احنا برضو بنطمن الامهات بنقول لها ما تخافوش، اهم حاجه الاطفال تقعد في البيت بس، لكن ما تخافوش ان حتى المانيفستيشن بتبقى فيري مايلد. اللي من 9 سنين ل 18 كانت نسبه 2% من الناس المصابين بكوفيد فيروس انفكشن. فاحنا بنطمن الناس ان النيت اميونيتي اللي مولود بها الطفله، وخصوصا حاجه اسمها الناشونال كيلر سيل اللي هو سي دي 3، ودي موجوده ودي بروتكتيف للطفل ضد الكوفيد 19. طيب باشمهندس محمد معانا في الكنترول، انا شايف في 4 زملاء raising their hands، فلو حضرتك كده تشوف تفتح لهم حتى مايك لو عندهم حاجه يقولوها، لو عندهم اسئله يطرحوها. هو بس تعقيبا على كلام الاستاذ الدكتور احمد اسماعيل على innate immunity. Yes. كان هي انيشال كيلر سيل يا دكتور احمد موجوده عند الاطفال وموجوده عند الادلت برضه، هي ما راحتش في حته ولا ايه؟ بس بتبقى اباندنت في الاطفال الصغيره، موجوده في الكبار، ولكن احنا بنقول ان دي المين اميون سيستم في الاطفال الصغيره المولودين. فالنشر كيلر سيل اللي هي سي دي 3 is important for protection of the pediatric الايج جروب اللي هم الصغيرين من الكوفيد فيروس انفكشن، موجوده في الكبار بس بتقل. تمام. وفي كوز ثانيه دكتور عبد العظيم قالوها يعني انه الاي سي اي ريسبتورز نفسها بتبقى نوت ويل ديفلوب لسه في الاطفال، فدي كان برضو من الثيوري اللي محطوطه يعني مع الانيت اميونيتي، ان الاي سي اي ريسبتورز اللي هي مسؤوله عن الانترنس بتاع الفيروس نفسه قال لك ان هو لسه ماتيور في التشيلدرن، فده حطوها من ضمن الثيوريز للاطفال. لا لا، كمان ثيوري ثالثه، وفي كمان ثيوري ثالثه ان الاميون سيستم بتاع الاطفال ده اندر استيميوليشن عن طريق الفاكسينيشن، عن طريق الفايرال انفكشن، مش عارف ايه، فهو اندر استيميوليشن كل شويه بيطلع انتي بوديز، بيطلع انتي بوديز فشغال. عكس الادلت بقى خلاص ريح في الخط، واديله حوالي 50 60 سنه ما خدش فاكسينيشن ولا حاجه، فبالتالي الستورم او الانفلاماتوري ستورم اللي بتحصل بتبقى عنيفه جدا في الادلت. ده من ضمن الثيرز برضه اللي قالتها. طيب نشوف الاسئله اللي من بره عشان احنا كده نحاول نخلص. الزملاء اللي كانوا رايزنج هاندز هم اتبعت لهم انفيتيشن تو سبيك، لو عايزين يتكلموا ان اكسبت انفيتيشن. دكتوره شيرين، دكتوره مريم، حد داخل بيت الموبايل نوكيا اتفضلوا. طبعا اعتقد ان هم مش موجودين او هم مش يعني يمكن كتبوا اسئلتهم، ولا
هم كتبوا في منهم كتبوا اسئلتهم. I think إن كتبوا اسئلتهم. I think كده احنا غطينا الموضوع بشكل كويس. I think we يعني احنا كده ممكن we can call it a day. نشكر كل الزملاء الدور، نشكر الشركة المنظمة شركة سي جي جي، يعني تعبناهم معانا في التنظيم والبروفات على الموضوع ده، يعني يمكن برضه لسه جداد على التكنولوجيا دي الى حد كبير، ان شاء الله تبقى متكرره ونعمل حاجات بعد كده احسن من كده باذن الله. شكر كبير جدا وموصول للاساتذه كلهم، دكتور عفاف، دكتور عبد العظيم، دكتور احمد، على الوجبه الجميله جدا والدسمه من المعلومات الخاصه بحاجه يعني جديده علينا كلنا، ولسه كنا بنتعلم نقرا الريسيرش فيها، ويعني ربنا يستر لما نيجي نشوف حالات نبقى بريبيرد كلنا يعني، وما يحصلش معانا. شكرا يا دكتور عفاف، نورتينا يا دكتور عفاف. شكرا دكتور عبد العظيم. عفوا العفو، الله يكرمك. شكرا دكتور محمد. شكرا جزيلا. شكرا دكتور محمد، لحضرتك كنت هايل في اداره الحوار الحقيقه. الف الف شكر، ربنا يخلي حضرتك. شكرين جدا للزملاء في الحضور كلهم، شرفونا ونورونا، يعني بنتقابل بشكل غير مرئي للاسف، يعني احنا مش شايفينكم، لكن نتمنى ان انتم يعني كنتوا مبسوطين برؤيتنا يعني، وتكونوا استفدتوا من الجلسه دي. شكرا لشركه سي سي جي، استاذ حسين، باشمهندس محمد اسامه، يعني تابعوا معانا في الموضوع ده، ونتمنى ان شاء الله ان يبقى في لقاءات جايه تتنظم بشكل كويس ونفيد لنا كلنا باذن الله. ونشوف حضراتكم على خير، كل سنه حضراتكم طيبين، نشوفكم على خير باذن الله دايما. طيب، شكرا جزيلا. شكرا.